السلام للجميع. اليوم محاضرتنا هي المحاضرة العاشرة من محاضرات مبادئ الإدارة المالية. عنوان المحاضرة تقييم الاستثمارات الرأسمالية. هدفنا من محاضرة اليوم أنه نحن نعرف شو هي الاستثمارات الرأسمالية ونعرف كيف بدنا نقيمها، ولكن هذا التقييم انه ما يكون على اسس عشوائيه او بشكل عشوائي او بشكل حتي، وانما بناء على مبادئ علميه. وهي المحاضره مرتبطه بالمحاضره اللي قبلها، القيمه الزمنيه للنقود. وقت اللي شرحنا المحاضره الماضيه، المحاضره التاسعه، كثير ذكرنا فيها موضوع انه القيمه الزمنيه للنقود واخذها بالحسبان سمح لنا انه نستخدم اساليب وطرائق علميه لتقييم الاستثمارات. من هون اجينا حطينا هي المحاضره وهذا الموضوع اللي هو الاستثمارات الراسماليه بعد القيمه الزمنيه للنقود، لانه كثير مرتبطين ببعضهم مثل ما حنشوف بالمحاضره. المخطط المحاضره، اول شيء بدنا نشوف مفهوم الاستثمارات الراسماليه. هذا امر طبيعي، ننطلق من توضيح المفهوم، مفهوم الاستثمارات الرأسمالية. بعدين بنشوف أهمية الاستثمارات الرأسمالية، أنماط الاستثمارات الرأسمالية، العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرارات الاستثمارية الرأسمالية. وآخر شيء بدنا نشوف طرائق تقييم الاستثمارات الرأسمالية. هلا نحن هون بالخطر ببالي فكرة انه نحن لما عم نحكي عن الاستثمارات الرأسمالية بدك ترجع انت لمجموعة المحاضرات اللي اخذناها عن رأس المال العامل وادارة النقدية وادارة الحسابات المدينة وادارة المخزون، تمام؟ شرحنا كل هدول نحن معي، وشرحنا التمويل قصير الاجل معهم لانه هدول بيمثلوا كتلة واحدة. بعدين اجينا على القيمة الزمنية للنقود لنقدر نشرح الاستثمارات الرأسمالية. طيب الاستثمارات الرأسمالية إذا رجعناها للجانب المدين بالميزانية، بالجانب المدين شو عنا؟ عنا الأصول المتداولة والأصول الثابتة. الأصول المتداولة شرحنا مفهومها لو وقت شرحنا مفهوم رأس المال العامل وكل ما يتعلق به من إدارة نقدية وحسابات مدينة ومخزون، تمام؟ فأخذنا الفكرة كتير كبيرة كتير جيدة كتير واسعة عن الجزء من جانب المدين بالميزانية قائمة المركز المالي. هلا شو ضل لنا نحن بالجانب المدين؟ بالجانب المدين بقائمة المركز المالي ضل لنا الاستثمارات طويلة الأجل اللي هي الاستثمارات الرأسمالية. بعد ما بنشرح الاستثمارات الرأسمالية شو بيكون صار معنا؟ بنكون نحن غطينا كل الجانب المدين بالميزانية. طيب وماذا عن الجانب الدائن؟ بالجانب الدائن نحن شرحنا التمويل قصير الأجل، معناتها نحن شرحنا جزء من الميزانيه بالجانب الدائن. بيضل لنا كمان جزء من الميزانيه بالجانب الدائن اللي هو مصادر التمويل طويل الاجل اللي بدنا ناخذه بعد هاي المحاضره، المحاضره رقم 11. بالمحاضره رقم 11 بنكون غطينا كل الميزانيه. لما انت بتغطي كل الميزانيه قائمه المركز المالي معناتها انت غطيت يعني مبادئ الاداره الماليه، مبادئ الاداره الماليه وبشكل ممتاز وبشكل ممتاز. يعني انت لما بتفهم الميزانية بهالطريقة ان احنا عرضناها يعني انت لا خوف عليك في الادارة المالية. اذا نرجع هلا لمحاضرتنا، عندنا خمس نقاط بدنا نحكي فيهم مثل العادي، بدنا نشرحهم بالتسلسل. النقطة الاولى هي مفهوم الاستثمارات الرأسمالية. طيب من شوي كنا عم نحكي انه هي الجزء الثاني بالجانب المدين بالميزانية، وقلنا انه الجانب الاول هو الاصول المتداولة، رأس المال العامل، استثمارات قصيرة الاجل، ما كنا عم نحكي من شوي. وقلنا انه ضل لنا جزء هو الاستثمارات طويلة الاجل بدنا نغطيها بمحاضرة اليوم، الاستثمارات الرأسمالية. معناتها هنا عرفنا الاستثمارات الرأسمالية. الاستثمارات الرأسمالية هي استثمارات طويلة الاجل، هي استثماراتك بالاصول الرأسمالية او بالاصول الثابتة مثل الآلات، مصانع، خطوط إنتاجية. المعروف بهذه الاستثمارات
انه بتولد لك تدفقات نقديه لفترات عده، فترات عده يعني اكثر من سنه، بينما بالاستثمارات قصيره الاجل في راس المال العامل شفنا انه هي استثمارات يعني اقصاها سنه، يعني استثمارات لمده زمنيه اقصاها سنه، هون تعدينا السنه فدخلنا بالاستثمارات الراسماليه، هون صفى في عندك تدفقات نقديه عم تاخذ اكثر من فتره يعني اكثر من سنه. هالاستثمارات هي طويلة الأجل، معناتها كيف بدنا نمولها نحن؟ نحن ذكرنا بالمحاضرات الماضية، ذكروا لما قلنا الطويل للطويل والقصير للقصير، واللي سميناها القاعدة الذهبية بالإدارة المالية، اللي هي قاعدة موائمة مصادر الأموال لاستخداماتها، وبالتالي هون استثمارات طويلة الأجل بنمولها من التدفق النقدي التشغيلي، من حقوق الملكية، من الديون طويلة الأجل، الأموال الدائمة. التدفق النقدي التشغيلي هو التدفق النقدي الذي تحققه المنشأة نتيجة ممارستها لأنشطتها الأساسية، لهيك أخذنا نحن كمصدر تمويلي للاستثمارات الرأسمالية، لأنه بتقلي طيب المنشأة معقولة تحقق تدفقات نقدية من أنشطة أخرى غير أنشطة التشغيلية؟ طبعا ممكن المنشأة سواء مصرف ولا من شركة تأمين ولا شركة سيارات ممكن تحقق تدفقات نقدية ما أنا ناتجة عن أنشطة الأساسية الرئيسية. التدفقات النقدية الوقت بتولد أو تحصل عليها من ممارسة لها الأنشطة ما أنا تدفقات نقدية تشغيلية، يعني ما أنا كتير مهمة، يعني كيف ما أنا مهمة، كيف بقصد هون ما أنا مهمة، هي أكيد مهمة بالنسبة للربح ونقد عم نحصل عليه، ولكن ما بتمثل بالنسبة لنا هدف، ما أنا نشاط أساسي. مثل لما بيكون أنت عندك مثلا منشأة صغيرة وليكن محل لحلاقة الشعر رجالي مثلا، أنت نشاطك الأساسي هو حلاقة الشعر، هذا نشاطك الأساسي، كل ما تحصل عليه من ممارسة هذا النشاط هو تدفق نقدي تشغيلي. ولكن اجيت انت بنفس الوقت في جارك حط عندك عن عن حط عندك خبر بده يبيع بيته مثلا وإلك 50,000 ليرة، وجارك الثاني والثالث، فاجيت انا سألتك حواليك بيت للبيع، قلت لي ايه والله في فلان تم البيع، حصلت انت على 50,000 ليرة. هال50,000 ليرة منيحة بالنسبة لك، بس ما انا تدفق نقدي تشغيلي، لانه انت ما انك مكتب عقاري، ما بتشتغل بسمسرة البيوت، وانت كوافير شعر، ما هي؟ وبالتالي هذا الفرق بين التدفق النقدي التشغيلي والتدفق النقدي غير التشغيلي. التشغيلي هو اللي اعتبرناه نحن شو؟ مصدر لتمويل الاستثمارات طويلة الأجل، لأنه هذا التدفق النقدي بياخذ صفة الديمومة، هذا نشاطك الأساسي. وبنرجع للقاعدة الأساسية، ملائمة مصادر الأموال لاستخداماتها، أموال دائمة مستخدمة لتمويل استثمارات طويلة الأجل، ما تدفق نقدي تشغيلي يفترض فيه هو دائم، وبالتالي استخدمناه لتمويل الاستثمارات طويلة الأجل. هلا بدنا نجي على الفكرة الثانية اللي هي أهمية الاستثمارات الرأسمالية. هلا بتقلي منشأة يعني عم تعمل استثمارات وما عندها استثمارات رأسمالية، لك صعب تتخيل هذا الأمر، يعني بتصير منشأة تجارية عم تشتري وتبيع يعني، ما هي؟ أما إذا بدك تأخذ أنت منشأة إنتاجية بده يكون عندها استثمارات رأسمالية. نجاح المنشأة واستمرارها بيتوقف على هالقرارات التي تتخذ الآن في الوقت الحاضر، ولكن تدفقات النقدية مستمرة لفترات زمنية عدة. هالمخاطر هي عفوا هالاستثمارات هي الاستثمارات الرأسمالية معروفة بارتفاع مخاطرها. نحن بنعرف انه الخطر كل ما زادت الفترة الزمنية اللي بيغطيها الاستثمار كل ما زاد الخطر، ونحن عم نحكي عن استثمارات طويلة الاجل، وبالتالي معروفة بارتفاع مخاطرها. ولكن هالارتفاع المخاطر، مش ما تقول لحالك انت ليش ارتفاع مخاطر وليش نحن بدنا نعمل هالاستثمارات، ما ارتفاع المخاطر او ما الخطر مرتبط بعلاقة طردية بالعائد، كل ما زاد الخطر كل ما حققت انت عائد، اما استثماراتك قصيرة الاجل
استثمارات قصيرة الأجل هي استثمارات غاية الأساسية السيولة وليس الربحية. يعني أنت ما بتقدر والله أنت منشأة أعمال والله وهدفك سيولة، لا مو معقول هالحكي. أنا هدفي السيولة من أجل تحقيق هدف الربح، إذا الهدف النهائي هو تحقيق الربح والهدف الأعلى يعني الغاية هو تعظيم ثروة الملاك مثل ما شفنا بالمحاضرة الأولى. الارتباط الوثيق أيضا بين الاستثمارات الرأسمالية ونمو المنشأة، معقولة أنت تحقق نمو المنشأة من خلال رأس المال العامل من خلال استثمارات هدف السيولة؟ بالتأكيد لا، أنت بده يكون عندك استثمارات رأسمالية بتؤدي إلى توسيع منشأتك، لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة المبيعات وبالتالي زيادة الأرباح وبالتالي تعظيم القيمة السوقية للمنشأة، يعني تعظيم ثروة المساهمين. أيضا عندنا مساهمة الاستثمارات الرأسمالية في تعظيم القيمة السوقية وثروة الملاك، هي قلناها ماني منتبه إنها كاتبة. بعدين عندنا ضخامة رأس المال المستثمر في الاستثمارات الرأسمالية. أهمية الاستثمارات الرأسمالية في أحد الجوانب بيجي من وين؟ بيجي من ضخامة الأموال المستثمرة. يعني أنت تخيل حالك منشأ وعم تستثمر في خطوط إنتاجية جديدة وآلات ضخمة، معناتها استثمارات قيمة رأس المال المستثمر بتكون كبيرة، ولطالما قيمة رأس المال المستثمر كبير معناتها هذا الاستثمار مهم. مو معقولة أنت تستثمر رأس مال كبير باستثمارات سنوية، معي استثمارات يعني بمعنى قصدي لك كل ما كان رأس المال المستثمر أكبر كل ما كانت أهمية الاستثمار أكبر والعكس بالعكس. هلا بدنا نشوف بالفقرة الثالثة أنماط الاستثمارات الرأسمالية. أنماط الاستثمارات الرأسمالية في إلى عدة، يعني ما بنقول نحن ما بنملش بنقول إلى أنواع عدة، ما إلى المعايير كمان نفس المعايير التصنيف عدة. عنا معيار الهدف من الاستثمار، عنا معيار شكل وتوقيت التدفقات النقدية، عندنا معيار العلاقة بين الاقتراحات الاستثمارية. هدول ثلاث معايير، وهالاستثمارات الرأسمالية فينا نصنفهم تبع لكل معيار من هذه المعايير الثلاث. رح نشوفهم كل واحد منهم لوحده. عندك أنماط الاستثمارات الرأسمالية حسب الهدف. حسب الهدف عندنا ثلاث استثمارات رأسمالية. شو هي؟ أول شيء عن الاستثمارات الإحلالية التوسعية الابتكارية. شو هي الاستثمارات الإحلالية؟ خذ أنت من اسمها، دائما أنت تطلع على الاسم لأنه الاسم يشير إلى الكونتينت إلى المحتوى. فشو فكرة هون الاستثمارات الإحلالية؟ من اسمها إحلالية معناتها استثمار يحل محل استثمار آخر. اللي كيف يعني؟ آلة موجودة عندك ضمن شركتك خلص عمرها الإنتاجي، ما كل آلة إلى عمر، خلص عمرها ما بدك تبدلها بآلة جديدة، معقولة تضل عم تشتغل بالآلة القديمة؟ بدك سيارتك مثل سيارتك خلص صارت قديمة بدلتها بسيارة جديدة، سيارة جديدة محل السيارة القديمة، آلة إنتاجية خلص عمرها صارت قديمة اشترينا آلة جديدة حلت محلها، هذا بنسميه استثمار إحلالي. استثمار إحلالي ما بيكون الهدف منه زيادة الطاقة الإنتاجية بل المحافظة على الطاقة الإنتاجية. آلة عم تنتج خلص ما بعد تشتغل خلص عمرها، بنجيب آلة بنحطها بدالها وبنضل عم ننتج نفس المنتجات. عندك سيارة عم تروح فيها لدوامك صارت قديمة، اشتريت سيارة جديدة كمان صرت تروح فيها لدوامك، شيء حل محل شيء آخر. إذا الفكرة هون استثمار يحل محل استثمار وليست الغاية زيادة الطاقة الإنتاجية بل الحفاظ عليه. أما بالاستثمارات التوسعية، بالاستثمارات التوسعية اختلف الأمر. شو كان أنا عندي المعيار هون؟ استثمار حل محل استثمار والغاية مو زيادة الطاقة الإنتاجية، هون الغاية زيادة الطاقة الإنتاجية، وما عندي استثمار حل محل آخر بل إجا صف جنبه، إجا وقف جنبه. كيف يعني إجا وقف جنبه؟
عندك آلي عم تنتج إلى طاقة إنتاجية معينة ولتكن 100 قطعة باليوم، ارتفع الطلب على منتجك صار بدك 200 قطعة باليوم، وآلتك ما بتنتج غير 100، اشتريت آلة تانية حطيتها جنب الآلة الأولى، توسع عندك العمل، صرت تنتج بدال 100 200. معناته هون الغاية مو تحافظ على طاقتك، هون الغاية انه تزيد طاقتك الانتاجية، فسميناه استثمار توسعي. اذا صار الفرق واضح ما بين الاستثمار الاحلالي والاستثمار التوسعي. شو ضل عنا؟ ضل عنا الاستثمار الابتكاري. الاستثمار الابتكاري هون بيختلف الامر، هون انت عم تعدل المنتج او عم تنتج منتج جديد، انت عم تستخدم تكنولوجيا جديدة. فكرة شو هي التكنولوجيا؟ انتبهوا، الآلة ما أنا تكنولوجيا، الآلة هي منتج التكنولوجيا. التكنولوجيا هي الفكرة، الفكرة اللي أنتجت الآلة. فأنت هون عم تستخدم أفكار جديدة، أفكار مبتكرة، ليه سميناها استثمارات ابتكارية؟ هالأفكار، الأفكار المبتكرة عدلت لك المنتج القائم، صار منتج مطور، أو أنتجت منتج جديد، وبالتالي سميناها استثمارات ابتكارية. ولطالما ان ابتكارية معناتها مخاطر كتير مرتفعة. الانوفيشن، الابتكار كتير مرتبط بالريسك، بمعنى كل ما هو جديد بيكون مخاطر مرتفعة لانه بعده ما نمجرب جديد. فنحن هون عم نحكي مو بس جديد، عم نحكي ابتكاري، وبالتالي المخاطر بتكون مرتفعة، ولكن بالمقابل بتكون العوائد كمان مرتفعة. هي تعرفنا على أنماط الاستثمارات الرأسمالية حسب الهدف. هلا بنروح على المعيار الثاني. المعيار الثاني هو أنماط الاستثمارات الرأسمالية حسب شكل وتوقيت التدفقات النقدية. كمان هون الأمر بسيط، ما فيش عندي مثلا استثمارات بتصير تدفقات النقدية الخارجية بلحظة معينة، وتدفقات النقدية الداخلية في لحظة زمنية أخرى. يعني مثل لما بتشتري انت سلعة دفعت ثمنها ورجعت بعتها وحصلت على القيمة البيعية، لما اشتريتها دفعت ثمنها تدفق نقدي خارج، لما بعتها تدفق نقدي داخل. هاي بنسميهم هون نوع من انواع الاستثمارات حسب شكل وتدفقات النقدية. النوع الآخر هو استثمارات بتصير تدفقات النقدية الخارجية خلال فترات زمنية عدة أو متعددة، بس تدفقات النقدية الداخلية بتصير بلحظة معينة. مثل أنت لما بتشتري مواد أولية لنفرض لتصنع منتج معين، بس هالمواد الأولية ما دفعت ثمنهم دفعة واحدة وإنما بالتقسيط على دفعات، صنعت المنتج وبعته بلحظة معينة وحصلت على ثمنه. معناتها تدفقاتك النقدية الخارجية كانت على فترات زمنية عدة، تدفقاتك النقدية الداخلية كانت دفعة واحدة أو في لحظة واحدة. عندك الاستثمارات التي تحصل تدفقات النقدية الخارجية في لحظة معينة، بينما التدفقات النقدية الداخلية بتكون على شكل دفعات، يعني عكس اللي قبله. هون اشتريت المواد الأولية أنت لنفرض ودفعت ثمنه بنفس اللحظة دفعة واحدة، هلا بهاللحظة وبلشت تصنع منتج، وصلت للمنتج النهائي وبعته، ولكن صار يعطيك دفعات على شكل دفعات وليس دفعة واحدة، تدفقات نقدية خارجة على شكل دفعات. او اشتريت آلة، الاصح مثال اصح من ذلك، اشتريت آلة انت، آلة دفعت ثمنه هلا تدفق نقدي خارج بهاللحظة دفعة واحدة، وهالآلة صرت بقى تستخدمها بالإنتاج، عم تنتج وتبيع منها، معناتها التدفقات النقدية الداخلية عم نحصل عليها من خلال إنتاج لهالآلة أخذت فترة زمنية. النوع الأخير استثمارات تدفقات النقدية الداخلية والخارجية، اثنيناتهم بيصيروا على فترات عدة، مثل لما بتشتري آلة ما بتدفع ثمنها دفعة واحدة على دفعات، والعم تنتجه من هالآلة أنت كمان عم تبيعه على دفعات وعم يحقق لك تدفقات نقدية داخلية على دفعات. هاي هي أنماط أو أشكال الاستثمارات
او عفوا انواع الاستثمارات الرأسمالية حسب شكل وتوقيت التدفقات النقدية. عندنا النوع او المعيار الثالث، المعيار الثالث هو حسب العلاقة بين الاقتراحات الاستثمارية، كمان هذا مهم، مهم هذا المعيار. عندك الاستثمارات المستقلة، الاستثمارات المتمانعة او الحصرية المتبادلة، وعندك الاستثمارات المرتبطة او الاستثمارات الشرطية. الاستثمارات المستقلة من اسمها مستقلة، معناتها ما بتأثر ببعض البعض، يعني لما بدنا ننفذ هالاستثمار او نختار هالمشروع الاستثماري ما له علاقة بمشروع استثماري اخر نحن بدنا ننفذه. هون مثلا او فيك تقول بشكل اخر انه انا قراري بهالمشروع، قراري ما نو متأثر بقرار بمشروع اخر بموضوع اخر، مستقلين عن بعضهم ما بيأثروا ببعضهم. مثل انت بدك تاخذ قرار لتشتري آلة تحل محل آلة، وما نو هدفك زيادة الطاقة الانتاجية ولا انك تنتج منتج جديد، ما هي آلة خلص عمرها الانتاجي بدلتها بآلة جديدة. طيب هذا القرار ما له علاقة بقرار آخر مرتبط بحملات ترويجية لمنتج جديد. طيب أنا بدي استثمر بالعقارات وبدي استثمر بالبورصة، هدول مستقلين عن بعضهم ما لهم علاقة ببعضهم. هدول إذا معك رأس المال الكافي وكانت مشاريع ذات جدوى مجدي يتحقق لك عائد فيك تستثمر فيها طالما هي مستقلة عن بعض البعض. اما النوع الثاني هو الاستثمارات المتمانعه او الحصريه المتبادله. استثمارات هون اذا استثمرت واحد منهم لا تستثمر بالثاني، يعني انت عم تفاضل بين آلتين. طيب هالآلتين هن نفس الشيء بس بدك مثلا الارخص من شروط استلامها او تسليمها بيكون اسهل اوفر. طيب ما انت هالآلة اشتريتها لحتى تستخدم تصنع منتج معين، طيب شو فيها تشتري الآلة الثانية؟ ما انت فاضلت بيناته لتختار الافضل، اشتريت الافضل انت ليش تشتري الثاني؟ هون اذا اشتريت واحدة منهم لا بقى تشتري الثاني. الاستثمارات المرتبطة او الشرطية، الاستثمارات المرتبطة او الشرطية من اسمها شوفوا اسمها بيشرح معناها. استثمارات يعني بمعنى اذا اخترت مشروع استثماري هذا الامر بده يضطرك تستثمر بمشروع اخر، واستثمارك بالمشروع الاخر هو شرط لنجاحك بالمشروع الاول. مثل لما بتروح بدك تعمل انت مشروع بمنطقة ما فيها طرق، طيب كيف بدك اذا ما فيها طرق كيف بدك انت العمال يروحوا مثلا سيارات بتجيب لك المواد الأولية اللي بتنقل لك بضاعتك الجاهزة، طيب ما في طرق لعندك أنت، وبالتالي نجاحه لهالمشروع بيرتبط يكون في شبكة طرق اتصالات شبكة مياه. لنفرض ممكن يتطلب نجاحك بمشروع معين انه تعمل مشفى مثلا، يعني تساعد انه او تشجع الناس ليسكنوا بالمنطقة هاي الكثافة السكانية فيها ضعيفة فرضا. معناه انت نجاح المشروع مرتبط باستثماراتك الاخرى، بنسميها استثمارات مرتبطه او استثمارات شرطيه. الفقره الرابعه هي العوامل المؤثره في اتخاذ القرارات الاستثماريه الراسماليه. عندك اول شيء الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي طبعا الاستثمارات الرأسمالية بتتأثر بالوضع الاقتصادي، يعني في فترات الانتعاش الاقتصادي والرواج الاقتصادي بتلاقي مستوى الدخول مرتفع، بتلاقي الطلب على مختلف المنتجات مرتفع، وبالتالي هذا الامر بيشجعك على يؤثر ايجابا على المشروعات او القرارات الاستثمارية الرأسمالية. بالمقابل في فترات الكساد الاقتصادي بتلاقي الطلب بشكل عام بتلاقي منخفض، بيقولوا والله السوق دائر ما حدا عم يشتري، سيولة ضعيفة، في كساد، وبالتالي هذا الأمر بيأثر سلبا بالقرارات الاستثمارية الرأسمالية. المخاطر طبعا
المخاطر بشكل عام التي تتعرض لها الاستثمارات الرأسمالية والمنشآت الأعمال بشكل عام يمكن أن نقسمها إلى مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة. المخاطر المنتظمة هي المخاطر التي تصيب السوق ككل، مثل شو؟ مثل الظروف اللي عم نعيشها هلا، مخاطر حروب، كلياتنا كل المنشآت تأثرت بالظروف اللي عم نعيشها، ظروف الحرب معي، وبالتالي هذا بنسميه خطر منتظم يصيب كل منشآت الأعمال الموجودة في السوق. أما المخاطر غير المنتظمة هي المخاطر التي تصيب شركة دون غيرها، قطاع دون غيره، خط أعمال دون غيره، وبالتالي المخاطر غير المنتظمة بتكون تأثيرها أقل على القرارات الاستثمارية الرأسمالية ومنشآت الأعمال بشكل عام مقارنة بالمخاطر المنتظمة. المخاطر المنتظمة مثل النار، ما بتحرق الأخضر واليابس، حرب بتدمر كل شيء، زلزال خطر منتظم، الزلزال مخاطر طبيعية مخاطر منتظمة، زلزال، بركان اجا اخذ مدينة كاملة، كل المنشآت اللي فيها، الوباء مثلا لما بيضرب بمنطقة جغرافية معينة هو خطر منتظم لانه كل شيء بيطلع بوشه بياخده بغض النظر، وبالتالي هو خطر منتظم. إدارة المنشأة أيضا هي عامل مهم ومؤثر في القرارات الرأسمالية. الأمر كل إدارة إلى وجهة نظر، إدارة المنشأة الحالية ترى من الضروري فتح فرع جديد، يعني فتح فرع جديد من أجل التوسع في الإنتاج. الإدارة أخرى ترى لا، أنه لا داعي لذلك، الطلب غير على منتجنا، ارتفاع الطلب على منتجنا هو مؤقت مو دائم. إذا اختلاف وجهات نظر الإدارة بتأثر في القرارات الاستثمارية الرأسمالية. حجم الطلب المتوقع، يعني هذا أبسط، يعني هذا واضح، كل ما كان حجم الطلب المتوقع أكبر كل ما أثر إيجابا بالقرارات الرأسمالية، والعكس بالعكس. نوع المنتج أيضا عامل مهم، نوع المنتج، انت عندك منتج يتطلب خبرات محددة، يتطلب مثلا مواد اولية بمواصفات معينة ما انا متوافرة، فرضا بدنا نستوردها وتكلفة استيرادها كتير عالية او ممنوع استيرادها، والعكس بالعكس لما عندك نوع منتج ما بده هالخبرات الدقيقة جدا، ما بده المواد الاولية ذات مواصفات محددة، وقت هذا الامر بيأثر ايجابا بالقرارات الاستثمارية الرأسمالية. بينما هالمواصفات الدقيقة والمشكلة في تأمين متطلباته للمنتج، هذا بتأثر سلبا بالقرارات الاستثمارية الرأسمالية. العامل الاخير هو مصادر التمويل. استثمارات رأسمالية، استثمارات طويلة الاجل تحتاج الى تمويل طويل الاجل، وبالتالي توافر التمويل طويل الأجل بيأثر إيجابا بهالقرارات الاستثمارية الرأسمالية، وعدم توافره بيأثر سلبا. جينا على النقطة الخامسة اللي هي طرائق تقييم الاستثمارات الرأسمالية. يمكن أن نصنف طرائق تقييم الاستثمارات الرأسمالية إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تتجاهل القيمة الزمنية للنقود، والمجموعة الثانية بتاخذ بالحسبان القيمة الزمنية للنقود. ما قلتون كتير مرتبطة الأمور بالمحاضرة الماضية اللي كانت على القيمة الزمنية للنقود؟ شوفوا نحن الفقرة الخامسة هي يعني هي جوهر محاضرتنا، يعني كل شيء لحد الآن شرحناه عم نوضح نحن الاستثمارات الرأسمالية مفهومة وأهميتها والعوامل المؤثرة فيها، ولكن نحن هلا الجانب العملي هو الجانب المهم. هلا بلشنا بالعملي اللي هي طرائق تقييم الاستثمارات الرأسمالية. أول ما بلشنا فيها صنفناه لهالطرائق حسب القيمة الزمنية للنقود، معناتها قديش هالمحاضرة مرتبطة بالمحاضرة الماضية. إذا مجموعتين، مجموعة بتتجاهل القيمة الزمنية للنقود، تتضمن فترة الاسترداد ومعدل العائد المحاسبي.
المجموعة الثانية بتاخذ بالحسبان القيمة الزمنية للنقود، تتضمن صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي، مؤشر الربحية، وفترة الاسترداد المعدلة. عندنا فترة الاسترداد هون ما بتاخذ القيمة الزمنية للنقود بشكل كلي، حنشوفها نشرحها بعد شوي. اما هون عدلناها، هالتعديل هو شو؟ انه صارت تاخذ بالحسبان القيمة الزمنية للنقود. اذا هي فترة الاسترداد هي نفسها هون بس معدلة، لما اخذت القيمة الزمنية للنقود بالحسبان. هلا هالطرائق اللي شايفينها قدامكم اللي هي 6 طرائق، بدنا نشرحهم كل وحده منهم لوحده مع امثله عمليه. بنشوف اول شيء الطرائق اللي بتتجاهل القيمه الزمنيه للنقود، وبعدين بننطلق منها لنشوف الطرائق اللي بتاخذ بالحسبان القيمه الزمنيه للنقود. معدل العائد المحاسبي، معدل العائد المحاسبي accounting rate of return، كثير مهم هذا المعدل. بتقولي طيب هو بيتجاهل القيمة الزمنية للنقود، بقول لك ايه، طيب في مستثمرين ما بياخذوا القيمة الزمنية للنقود بالحسبان. اللي معقول هالحكي؟ طبعا معقول هالحكي. وبالتالي معدل عائد المحاسبي هو معدل على الرغم من تجاهله القيمة الزمنية للنقود هو مستخدمه بشكل كبير. هذا المعدل، معدل العائد المحاسبي، يقيس صافي الربح الذي نحققه من متوسط رأس المال المستخدم. قد ايه متوسط رأس مالنا اللي استخدمناه اللي استثمرناه، يعني متوسط استثمارنا قد ايه، هذا الامر طالعنا منه صافي ربح. وبالتالي بكل بساطة عندك معدل عائد المحاسب اللي هو ARR، طبعا هدول الرمز جاي من وين؟ من اسمه. ناخذ متوسط صافي الربح بعد الضريبة ونقسمه على متوسط الاستثمار وبنضرب 100 لحتى نطالع النتيجة كنسبة مئوية. من البديهي انه كل ما بده يكون معدل العائد المحاسبي اكبر كل ما كان افضل بالنسبة لك كمستثمر. ولما عندك اكثر من مشروع بدك تفاضل بيناتهم حسب معدل العائد المحاسبي، اختار المشروع اللي بيكون معدل عائد المحاسبي هو الاكبر. لما بيكون عندك مشروع واحد شو بدك تقارنه؟ انت بتكون محدد لنفسك معدل عائد، فبتقارن معدل العائد المحاسبي لهالمشروع، المشروع اللي امامك، بمعدل عائد محاسبي اللي انت حددته لنفسك. اذا كان معدل عائد محاسبي للمشروع اكبر مما انت حددته لنفسك فبتختار المشروع، ولما بيكون العكس بترفض المشروع. بناخذ مثال، بفرض لديك مشروع استثماري تكلفته 60 مليون، تدفع فورا، هلا بدنا ندفعهم، والعمر الانتاجي لهذا المشروع 4 سنين، ويستهلك هذا المشروع بطريقة القسط الثابت. هلا الاستهلاك المشروع بطريقة القسط الثابت هي بتكونوا اخذينها بالمحاسبة انتم، مبادئ المحاسبة. الايرادات التشغيلية لهذا المشروع عندك 60 مليون بالعام الاول، 55 بالعام الثاني، 40 بالعام الثالث، 35 بالعام الرابع، وعندك المصاريف التشغيلية بالعام الأول 35، بالثاني 25، بالثالث وبالرابع كل واحدة منهم 20، طبعا 20 مليون. أما معدل الضريبة فهو 50% المطلوب. هلا حساب معدل عائد المحاسبة لهذا المشروع، وبفرض أنك حددت معدل عائد محاسبي قدره 25% كمعيار لقبول المشروع، فهل ستقبل هذا المشروع ام ترفض؟ هلا بنشوف الحل. حطينا الحل ضمن هذا الجدول هيك بيبين الامور اوضح. اخذنا الاعوام الاربعة، هذا من نص التمرين اخذتهم انا، واخذت الايرادات كمان اخذته من نص التمرين، واخذت المصاريف التشغيلية كمان من نص التمرين. الاهتلاكات انا قدي عندي، طبعا هول الارقام بالملايين بس من شان ما نحط الاصفار ونعبي تشوش علينا الرؤية حطيناهم بدون اصفار، الارقام بالملايين. اذا عندي انا المشروع تكلفته 60 مليون ويستهلك بطريقة القسط الثابت، بالمحاسبة اخذته انه بنقسم قيمة الاصل على عمره، قدي عمره 4 سنين وقدي قيمته 60 تقسيم 4 15 مليون.
كل سنة بنستهلك من هالأصل 15 مليون لمدة 4 سنين، المجموع أكيد بيكون 60. هلا صافي الربح قبل الضريبة، تاخذ ال 60 بتطرح منه ال 35 وبتطرح ال 15، يعني بصير 60 ناقص 50 10، 10 مليون. طبعا عندك الضريبة 50%، هال 10 بده يروح نصها ضريبة، قد ايه بيضل؟ لأنه 50% معدل الضريبة، بيضل 5، 5 مليون. صافي الربح بعد الضريبة 10 ناقص 5 يساوي 5 مليون. بالتاني نفس الشيء، كلهم بقى بتعملوا نفس الشيء، تاخذ الإيرادات وتطرح منها المصاريف التشغيلية والاهتلاكات، بيطلع عندك صافي الربح قبل الضريبة 55 ناقص 25 ناقص 15 بيطلع 15. بعدين ضريبة 50%، ايه من نصهم؟ شو بيضل؟ النص الثاني 7.5، وهكذا بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة. وبتاخذ آخر شيء مجموع العمود الأخير، بيطلع عندك 15 مليون. ولكن نحن ما بدنا ناخذ المجموع، بدنا ناخذ المتوسط. عندي الفترات، الفترة 4 سنين، وبالتالي باخذ 15 مليون قسمة على 4 لحتى طالع متوسط صافي الربح، يطلع عندي 3,750,000. الاستثمار قيمته 60 مليون، متوسطه قسم على 4، 60 مليون تقسيم 4 15 مليون. معدل العائد المحاسب باخذ متوسط صافي الربح على متوسط الاستثمار، 3,750,000 تقسيم 15 مليون بيطلع 25% معدل العائد المحاسبي لهذا المشروع. المستثمر عم لك طبعا شوف هون، هل تقبل نقبل هذا الاستثمار؟ المستثمر قد حاطط لحاله معدل عائد مطلوب 25، هالمشروع بيحقق له معدل العائد اللي هو طالبه، وبالتالي نقبل المشروع. لو كان هون 24 كنا بنقول يرفض المشروع لانه لا يحقق له معدل العائد المطلوب. ناخذ مثال ثاني، توفر للمستثمر عبد الله مشروعان استثماريان متمانعان، تكلفتهم المبدئية لهالمشروعين 18 مليون للأول، عفوا 1,800,000 للأول ومليونين و200 للثاني، والعمر الإنتاجي لكل واحد منهم 6 سنين، وما عندي قيمة للخردة في نهاية العمر الإنتاجي الأصل. هذا القيمة للخردة في نهاية العمر الإنتاجي الأصل أيضا هذا الأمر تاخده بالمحاسبة، يعني بعد ما بيخلص العمر الانتاجي للاصل بيضل له قيمه، هالقيمه بنسميها قيمه النفايه او قيمه الخرده. وفيما يلي صافي الربح بعد الضريبه للمشروعين، عندي المشروع الاول عندي 6 سنين وصافي الارباح حاطينه لمده 6 سنوات، وكذلك الامر بالمشروع الثاني. المطلوب تحديد المشروع الافضل للمستثمر عبد الله بناء على معيار معدل العائد المحاسبي. نحسب هلا نحن معدل العائد المحاسبي للمشروع الاول، معدل العائد المحاسبي للمشروع الثاني بتطبيق القانون اللي شفناه، وبنختار المشروع اللي بيكون معدل العائد المحاسبي هو الاكبر. حسبنا متوسط صافي الربح بعد الضريبه للمشروع الاول، اخذنا مجموع الارباح وقسمناها على 6، طلع عندي 370,000، واخذنا متوسط الاستثمار، استثمار اول مده زائد صفر نهايه المده لانه قيمه الخرده صفر. لو كانت الخردة إيه لها قيمة كنا حطيناها القيمة بدال الصفر، بس ما في قيمة للخردة وبالتالي صفر على 2 لأنه متوسط، طلع عندي 900,000. قسمهم على بعضهم، متوسط الربع على متوسط الاستثمار بيطلع عندي 41.11%. بالتالي بعمل نفس الأمر تماما، مجموع الأرباح تقسيم 6، وباخذ بالنسبة لمتوسط الاستثمار استثمار اول مدة زائد صفر لانه كمان ما له قيمة الخردة بنهاية المدة، وبقسم على 2، وبقسم متوسط صافي الربع على متوسط الاستثمار بيطلع عندي 40.18%، 40.18%. ايهما افضل؟ الاول قدي 41، الثاني 40، معناتها المشروع الاول افضل من المشروع الثاني لانه معدل العائد المحاسبي له اكبر. هيك بنكون خلصنا معدل العائد المحاسبي، وبنختم معدل العائد المحاسبي بمزاياه وعيوبه. المزايا سهولة حسابه مثل ما شفنا، شو بده ما بده شيء، نحن عم نقسم رقم على رقم ما في شيء يعني.
وتوافر بيانات اللازمه، بدك بيانات على الارباح ومتوسط والاستثمار، قد ايه تكلفه الاستثمار وقد ايه ارباحه، واحيانا يعني البيانات اللي انت بتحتاجهم متوفرين، وبالتالي هي ميزه لمعدل عائد محاسب. اما العيوب بيهمل القيمه الزمنيه للنقود، ما بياخذها بالحسبان، وما عندك معيار حقيقي تقارن فيه معدل العائد المحاسبي. يعني انت بشو عم تقارنه؟ ما عندك مشروعين عم تقارنهم ببعضهم، طيب لما عندك مشروع واحد شو عم تقارنه؟ عم تقارنه بمعدل عائد انت حطيته لنفسك. طيب على اي اساس حطيته؟ بشكل عشوائي مو بناء على اساس علميه. يعتمد على صافي الربح المحاسبي وليس على اساس صافي التدفق النقدي. القيم اللي عم نستخدمها نحن لحساب معدل العائد، لحساب معدل العائد المحاسبي، عم ناخذ ارباح وتكاليف، قيم محاسبيه ما انا قيم نقديه، وبالتالي ايضا هذا يعتبر من عيوب معيار معدل العائد المحاسبي. بنيجي هلا للطريقه الثانيه او المعيار الاخر الثاني ضمن المجموعه الاولى اللي ما بتاخذ القيمه الزمنيه للنقود بالحسبان، واللي هي فتره الاسترداد. فتره الاسترداد شو هي فتره الاسترداد؟ يعني هي الفتره اللازمه لتسترد راس مالك المستثمر. طبعا لما انت عندك هون مشروعين بتختار المشروع اللي بيخليك تسترد راس مالك المستثمر بشكل اسرع، ولما ما عندك غير مشروع واحد بتقارن فتره الاسترداد بالفتره اللي انت حاطها لنفسك. انا بدي هل بدي استثمر مليون ليره وانا بدي ارجع خلال 3 سنين، بدي استثماري يرجع لي اياها ب3 سنين، وبالتالي بشوف قد ايش فتره الاسترداد لهالمشروع. اذا كان بيرجع لي اياها ب3 سنين او اقل بختاره للمشروع، والا برفضه للمشروع. كيف نحسب نحن فترة الاسترداد؟ فترة الاسترداد لنحسبها يجب ان نميز بين حالتين. الحالة الاولى تدفقات نقدية غير متساوية، يعني المشروع يحقق تدفقات نقدية غير متساوية، والحالة الثانية مشروع يحقق تدفقات نقدية متساوية. طبعا هون طريقة الحساب تختلف. لما بيكون تدفقات نقدية غير متساوية بنحسبها لفترة الاسترداد يدويا، ولما بيكون عندي المشروع يحقق تدفقات نقدية متساوية بنستخدم القانون التالي لحساب فترة الاسترداد. ناخذ تكلفة رأس المال المستثمر وبنقسمها على التدفق النقدي السنوي الذي يحققه المشروع. ناخذ مثال، لدينا مشروعان استثماريان، تكلفة الاستثمار في كل منهما من هاي المشروعين 4 مليون. مشروعين كل واحد منهم تكلفته 4 مليون، وتدفقاته النقدية المتوقعة على الشكل التالي. المشروع الأول هي تدفقاته النقدية، المشروع الثاني هي تدفقاته النقدية مثل ما نكون شايفين قدامكم. المشروع الثاني انتبهوا بالسنة السادسة والسابعة ما عنده أي تدفقات نقدية. لما ما عنده تدفقات نقدية بالسنة السادسة والسابعة عم يكون في تدفقات نقدية للمشروع الأول. المطلوب هلا حساب فترة الاسترداد لهذين المشروعين وأي منهما هو الأفضل بناء على هذا المعيار. نطلع تدفقات نقدية غير متساوي، كل سنة عم يكون تدفق نقدي مختلف، وبالتالي بدنا نحسب فترة الاسترداد يدويا، ما فينا نستخدمه للقانون اللي عرضناه من شوي، بدنا نحسب يدويا. كيف نحسب يدويا؟ ناخذ المشروع الاول، ناخذ تدفق النقدي للسنه الاولى، نجمع تدفق النقدي للسنه الثانيه الثالثه الرابعه، المجموع 4 مليون. طيب قد ايه تكلفه المشروع؟ 4 مليون. معناتها نحن بدنا 4 سنين لحتى نرجع راس مال المستثمر في المشروع الاول. هي بسيطه سهله ما فيها شيء، بس مو دائما بتكون هيك بسيطة الأمور. بنشوف هلا المشروع الثاني، المشروع الثاني بيطلع معنا 3 سنين ونص، ولكن كيف حسبنا 3 سنين ونص؟ بناخذ
السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة. ناخذ أول 3 سنين، أول سنة بنضيف له ثاني سنة بنشوف إنه ما وصلنا ل 4 مليون، بنضيف له السنة الثالثة بصير عندي 3 مليون و800 ألف. هي مجموع التدفقات النقدية للسنوات الثلاثة الأولى. أي أنا 4 مليون قد إيه بدي هسا؟ 200 ألف. طيب العام اللي بعده العام الرابع قد إيه تدفقاته النقدية؟ 400 ألف. وانا بدي 200 الف، ايه معناتها ما بدي اياهم كلهم، بدي من هال 400 200. طيب معناتها السنه الرابعه العام الرابع ما بدي اياه كله، بدي جزء منه. هالجزء منه اللي بيغطي هال 200 الف اللي انا بدي اياها، كيف بحسبها؟ قد ايه بدي انا هسه؟ 200 الف. قد ايه تدفقاته النقديه للعام الرابع؟ 400. 200 تقسيم 400 ضرب 12، 12 شهر يساوي 6 اشهر. معناتها شو صار معي؟ السنة الأولى والثانية والثالثة هي ثلاثة، وبدي من السنة الرابعة قد ايه؟ 6 شهور، معناتها 3 سنين ونص، 3 سنوات و6 أشهر. بنشوف مثال آخر كمان. عندنا التكلفة المبدئية لإحدى المشروعات الاستثمارية 3 مليون و760 ألف. عم أقول لك إذا علمت أن هذا المشروع يحقق تدفقا نقديا سنويا قدره 800 ألف ليرة، المطلوب حساب فترة استرداد رأس المال المستثمر لهذا المشروع. هذا سهل لأنه شو تدفقات نقدية متساوية. بناخد أدي رأس المال المستثمر 3 مليون و760 ألف، بنقسمهم على التدفق النقدي المتساوي اللي هو 800 ألف، بيطلع عندي 4.7 عاما. ولتحديد فترة الاسترداد أكثر بناخذ 4.7، ما هي بناخذ البعض الفاصلة اللي هي 0.7، يعني بنضربها ب 12 شهر بيساوي 8.4 شهرا. بناخذ البعض الفاصلة 0.4 بنضربها ب 30 يوم بيطلع عندي 12 يوم. معناتها إذا بدي أخذ بشكل تفصيلي أكثر بيطلع عندي 4 سنين و8 شهور و12 يوم. خلصنا فترة الاسترداد، بسيطة سهلة ما هي، لذلك من مزاياها بتشوف إنها بسيطة وسهل حسابها، ومهمة بالنسبة للمستثمرين. مهم المستثمر يعرف قد ايه بده زمن لحتى يرجع راس ماله. المستثمر خاصة اولئك اللي بيهتموا بالسيولة بدهم يرجع راس مالهم وبالمخاطر، لانه كل ما قصرت فترة الاستثمار كل ما كانت المخاطر اقل. فترة الاسترداد من مزاياها ايضا انه بتعتمد على التدفق النقدي وليس على الربح المحاسبي كما هو الحال في معدل العائد المحاسبي. ولكن مقابل هذه المزايا في عنا عيوب. تهمل التدفقات النقدية التي يحققها المشروع بعد فترة الاسترداد. طيب نحن حسبنا السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة المشروع الأول، والمشروع الثاني أخذنا 3 سنين ونص. طبعا المشروع الثاني هو أفضل من الأول لأنه فترة استرداده 3 سنين ونص. أما التدفقات النقدية بالسنوات نحن عندنا كان 6 سنوات بالمثال، ما طلعنا فيها أهملناها. واخترنا المشروع الثاني رغم انه المشروع الثاني بالسنة السادسة والسابعة ما عنده اي تدفق نقدي، بينما المشروع الاول اذا رجعت على الجدول بتشوف انه عنده 1,500,000 بالسنة السادسة و1,400,000 بالسنة السابعة. اهملناهم ما طلعنا فيهم، وبالتالي هذا من عيوب فترة الاسترداد. ايضا لا تأخذ بالحسبان القيمة الزمنية للنقود بشكل كلي، يعني عم تاخذها بشكل جزئي. لما عم ناخذ نحن مثلا الفتره الزمنيه الاقل عم نعتبرها هي الافضل، معناتها عم ناخذ نحن شو تدفقات النقديه اللي عم تصير بزمن اقل، ولكن ما عم ناخذ حجم هذه التدفقات في كل سنه. يعني السنه الاولى لما عم تكون عندي 1,000,000 ليرة وبالسنه الثانيه 500,000 ماني عم ميز بيناتهم، رغم انه السنه الاولى هون اهم من الثانيه. يعني اذا باخذ مشروعين التدفقات النقدية لكل واحدة منهم مثل الجدول اللي شفناه من شوي، بالسنة الأولى مثلا بالمشروع الأول كان عندي 1,000,000، بالمشروع الثاني كان 900,000، ما ميزت بيناتهم.
رغم انه احصل بالسنه الاولى على مليون، احسن من 900,000، لانه شو برجع بستثمر انا. بس هذا الامر ما اخذنا بالحسبان، اخذنا فقط المده الزمنيه، وبالتالي نقول انه ياخذ القيمه الزمنيه للنقود بشكل جزئي وليس بشكل كلي. وما عندك معيار قارن فيه، انت حددت مع الى ما عندك مشروع واحد، انت حددت فتره استرداد لنفسك مثل ما بدك بشكل كيفي بشكل عشوائي، وبالتالي فينا نقول ما عندك شيء تقارن فيه لما عندك مشروع واحد، وهذا يعتبر من عيوب فتره الاسترداد. خلصنا المجموعة الأولى اللي هي المجموعة التي لا تأخذ بالحسبان القيمة الزمنية للنقود. هلا بنيجي على المجموعة الثانية التي تأخذ بالحسبان القيمة الزمنية للنقود. بدنا أول معيار بهالمجموعة هو صافي القيمة الحالية للمشروع. صافي القيمة الحالية للمشروع اللي هو شوف NPV. طبعا هي Net Present Value، صافي القيمة الحالية. كيف بحسب صافي القيمة الحالية؟ بنرجع على محاضرة القيمة الزمنية للنقود وبنتذكر كيف كنا نحسب القيمة الحالية. بنحسب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية، وبنطرح منها القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية. النتيجة صافي القيمة الحالية للمشروع. ممكن تكون القيمة موجبة، ممكن تكون صفر، ممكن تكون سالبة. إذا كان موجب معناتها بنختار المشروع نقبله، لانه بيكون مشروع لطالما تدفقاته النقدية الداخلي اكبر من الخارجي بنعتبر انه هذا المشروع يحقق لنا ارباح. اذا كان سالب معناتها ما بيحقق لنا ارباح، بيحقق لنا خسائر، لانه تدفقاته النقدية الداخلي اقل من الخارجي، نرفض المشروع. اذا كان صفر كمان نرفض المشروع، مو معقولة انت تستثمر بمشروع اللي بتدفعه بيرجع لك بدون اي فائض، يعني بدون اي ايراد، بدون اي ربح. طبعا هون كل هالمصطلحات اللي عم بحكيها انا بالقيمة الحالية، يعني هون بدنا نحسب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلي والخارجي. طيب نرجع هلا نشوف مثال. بفرض عندك المستثمر احمد، او المستثمر احمد عنده مشروع استثماري تكلفته 40 مليون، تدفقاته النقدية السنوية بالشكل التالي: 14 بالاول، 16 بالثاني، وعندك 12 بالثالث، و11 بالرابع. طبعا الارقام بالملايين. كما يبلغ معدل العائد الاستثماري المطلوب من قبل المستثمر 15. معدل العائد الاستثماري هون اللي هو 15% هو سعر الخصم، تذكروا القيمة الحالية كيف كنا نستخدم معدل عائد استثماري كسعر خصم. المطلوب هلا، هل تنصح المستثمر احمد بالاستثمار في هذا المشروع حسب معيار صافي القيمه الحاليه للمشروع؟ بنرتب الحل ضمن الجدول التالي. انا هلا الان قد ايه دفعت؟ دفعت 40 مليون تدفق نقدي خارج، قيمته الحاليه نفس القيمه لانه هلا دفعته بنفس اللحظه، يعني معامل قيمته الحاليه واحد. القيمه الحاليه ناقص 40. ليش حطينا هون ناقص؟ لانه خرج من عندنا، فناقص 40 مليون ضرب واحد ناقص 40 مليون. بعدين عندي التدفقات النقديه للاربع سنين حطيناها هون، تدفقات نقديه داخله، خارجي ما عندي صفر. وباخذ انا لحتى احسب القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخله بضرب بمعامل القيمه الحاليه هون. معامل القيمة الحالية هو 1 على 1 زائد R أس N. هذا معامل القيمة الحالية بنستخدمه لما عندك دفعات غير متساوية. شوف عندك 14 16 12 11، ما فيك تستخدم معامل القيمة الحالية للدفعات المتساوية اللي شفناه بالمحاضرة الماضية. تستخدم معامل القيمة الحالية للدفعات غير المتساوية اللي هو 1 على 1 زائد R سعر الخصم أو معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر اس ان المدة. هذا اللي طبقناه هون. بالسنة الاولى حطينا اس واحد، بالسنة الثانية اس اثنين، بالسنة الثالثة اس ثلاثة، بالسنة الرابعة اس اربعة، وسعر الخصم هو نفسه 15% اللي معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر. حسبنا هذا الكسر في كل مرة وطالعنا معامل القيمة الحالية وضربنا التدفق النقدي الداخل بمعامل القيمة الحالية المقابل له وحطينا شو القيمة الحالية. يعني هون 12
مليون و174 الف و400، شو هي؟ هي القيمة الحالية لل 14 مليون، وهون 12 مليون و97 الف و600 هي القيمة الحالية لل 16 مليون. ضربنا هال 16 مليون ب 0.7561 طلع عندي 12 مليون و97 الف و600، وهكذا بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة. باخذ مجموع القيمة الحالية، ومع الانتباه لانه الرقم الاول هو سالب، سالب لانه تدفق نقدي خارج، بيطلع معي الناتج المجموع ناقص، انتبهوا كمان سالب، مليون و548 الف و200. معنى طب نرفض المشروع لانه صافي قيمته الحالية سالب. طبعا شو فيك تعمل؟ فيك تاخذ مجموع هدول لوحدهم، بتطالع مجموع لوحده وبتطرح منه 40 مليون، بيطلع لك نفس الناتج، نفس الشيء. هلا خلونا نفترض انه المشروع يحقق تدفقات نقدية سنوية متساوية. كل سنة 14 مليون و500 ألف لمدة 4 سنين. يا هل ترى صافي القيمة الحالية للمشروع بيضلوا سالب ولا بيصير موجب؟ ما بنعرف. بس في الكون مو بالضروره يكون نفسه، ممكن بالصدفه يطلع نفسه، ما بنعرف، بدنا نرجع نحسب من جديد. فهون شو بعمل انا؟ ما برجع لكل سنه بحسبها لحالها، ليش لعذب حالي؟ فانا عندي التدفق النقدي السنوي هو نفسه كل سنه 14 مليون و500 الف، باخذها وبضربها بمعامل القيمه الحاليه للدفعات المتساويه، اللي هو 1 ناقص 1 على 1 زائد R أس N، والكل على R اللي شفناه بالمحاضرة الماضية، معامل القيمة الحالية للدفعات المتساوية. بحسبه ببدل فيه 1 ناقص 1 على 1 زائد 15% معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر أس 4 لأنه 4 سنين على R 15%، وبضربه بالتدفق النقدي المتساوي اللي هو 14 مليون و500 ألف، بيطلع عندي 41 مليون و397 الف و500. بقيم منهم تكلفة الاستثمار القيمة الحالية للتدفق النقدي الخارج 40 مليون، بيعطيني مليون و397 الف و500، معناتها صافي القيمة الحالية للمشروع موجب، معناتها في هذه الحالة نقبل المشروع. هيك بنكون خلصنا صافي القيمة الحالية للمشروع، وهذا معيار كتير مهم. نجي على المعيار الآخر اللي هو معدل العائد الداخلي. ما هو معدل العائد الداخلي؟ كثير مهم معدل العائد الداخلي، internal rate of return، كثير مهم. معدل العائد الداخلي هو معدل الخصم اللي بيخلي لك صافي القيمة الحالية للمشروع يساوي صفر. ماذا يعني ذلك؟ يعني شو هو سعر الخصم اللي بتكون عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية بتساوي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية؟ هالسعر الخصم هذا اللي بيحقق لي المساواة بيناتهم هو معدل العائد الداخلي. كل ما ارتفع معدل العائد الداخلي كل ما كان أفضل، معناتها الأرباح المشروع بتكون أفضل. ولما بفاضل بين مشروعين بختار المشروع اللي بيكون معدل عائده الداخلي أكبر. طيب كيف بحسبه لمعدل العائد الداخلي؟ لنحسب معدل العائد الداخلي بدنا نعرف إذا كان التدفقات النقدية التي يحققها المشروع هي تدفقات نقدية متساوية ولا هي تدفقات نقدية غير متساوية. إذا كانت التدفقات النقدية التي يحققها المشروع متساوية، كتير بسيط الأمر، عندي ثلاث خطوات لحساب معدل العائد الداخلي. بحسب معامل استرداد أول شيء. معامل استرداد باخذ تكلفة رأس المال المستثمر وبقسمه على التدفقات النقدية السنوية، ما هي تدفقات متساوية فيني قسم عليها. بعدين بطلع معامل القيمة الحالية، إيجاد معامل القيمة الحالية الذي يقترب من أو يساوي معامل استرداد. معامل استرداد تكون حاسبه أنا هون، كيف بطلعه أو منين بجيبه لمعامل القيمة الحالية الذي يقترب أو يساوي معامل استرداد؟ برجع على شيء اسمه جداول القيمة الحالية الخاصة بالدفعات السنوية. ارجع انت اكتب على جوجل جداول القيمة الحالية، بيطلع لك جداول القيمة متوفرة على النت، فيك تطلع وتطلع عليها. بتدور في جداول القيمة الحالية،
بتدور في جداول القيمة الحالية، يمكن حاط لك نموذج من انا هون لشوف اللي بعد المثال هون بيكون بهذا الشكل. عندك انت معدل الخصم، وعندك السنة، السنة الاولى، ثانية، ثالثة، رابعة، وهكذا. وعندك هون سعر الخصم 1%، 2%، 3%، انت ماشي. وعندك هون ارقام، شو هي الارقام؟ مثلا هي 0.9091، شو هي؟ هي معامل القيمة الحالية، معامل القيمة الحالية لدفعة نقدية متساوية بسعر خصم 10% ولعام واحد. مثلا هون هذا الرقم، شو هذا الرقم؟ هذا معامل القيمة الحالية لدفعة متساوية عن سعر خصم 13% وللعام 15. هيك تقرأ الأرقام. طيب طبعا هذا جدول القيمة الحالية للدفعات المتساوية، لما بتدور على جوجل بيطلع معك جدول مثله تماما ولكن للدفعات غير المتساوية. بس هلا صرنا نعرف كيف نقرأ نحن الأرقام الموجودة بالجدول. تمام، شوف هون ليش مأشر على هالقيمتين، لأنه بدي أحتاجهم هلا بحل التمرين. هلا برجع على التمرين أنا. إذا جداول القيمة الحالية تكون بهذا الشكل. إذا شو بعمل؟ أنا بروح على جداول القيمة الحالية وبدور على شو؟ على رح أرجع على الجدول شوي. عفوا. بدور هون أنا، ما طلعت معامل استرداد بالخطوة الأولى؟ لنفرض إنه معامل استرداد طلع معي 6.811، لنفرض هيك بالصدفة، هو على أرض الواقع ما بتصير، بس لنفرض طلع معي معامل استرداد 6.811. هون بيوقف الحل هون، قول سعر الخصم المقابل لهالمعامل هو معدل العائد الداخلي، بيكون معدل العائد الداخلي 12%. باخذ اذا معدل الخصم المقابل لهالقيمة اللي لقيتها واللي هي بتطابق شو؟ بتطابق معامل استرداد. ولكن هذا الامر على ارض الواقع ما حتلاقيه. شو بتعمل اذا ما لقيته؟ بتاخذ اقرب قيمتين الى معامل استرداد، اقرب قيمة له من الاعلى، واقرب قيمة له من الأدنى، وأقرب قيمة له من الأعلى. يعني أقرب قيمة له من الأسفل، يعني من 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 اليمين، وأقرب قيمة له من اليسار، خلينا نقول هيك. وبتأخذ سعر الخصم المقابل لكل واحد منهم. هذا سعر الخصم المقابل للمعامل القيمة الحالية اللي هو الأقرب إلى معامل استرداد من الأعلى، وهذا هو عبارة عن سعر الخصم المقابل لمعامل القيمة الحالية الأقرب إلى معامل استرداد من الأدنى. هدول القيم بدنا إياهم أربعة طن. نرجع هلا على الطريقة لنشوف الخطوة الثالثة. إذا إيجاد معامل القيمة الحالية الذي يقترب أو يساوي معامل الاسترداد، إذا لقيته باخذ سعر الخصم المقابل له، وما بكمل بالخطوة الثالثة، بقول سعر الخصم المقابل لهالقيمة اللي لقيتها أنا واللي هي مطابقة لمعامل الاسترداد هي معدل العائد الداخلي، بس ما حتلاقيها. تاخذ اقرب قيمتين من الادنى ومن الاعلى، وبتاخذ سعر الخصم المقابل لكل قيمة منهم، وبتروح على الخطوة الثالثة مثل ما شرحنا من شوي. بتعوض بالقانون التالي: معدل العائد الداخلي يساوي معدل خصم الادنى زائد 1%. طبعا هون لازم نكبر شوي، هيك راح تضغط ما استفدنا شيء. اذا معدل خصم الادنى زائد 1% ضرب كسر بيجيك معامل حد الادنى ناقص معامل استرداد على معامل حد الادنى ناقص معامل حد الاعلى. هيك كانه فاتت الامور ببعض شوي، بحاول انه اعالج هذا الامر. ضرب 100. طيب هدول القيم كلهم بيكونوا صاروا عندك بعد ما رجعت على جدول القيمة الحالية. بعد ما رجعت لجداول القيمة الحالية طالعت انت معامل حد الادنى، معامل حد الاعلى، ما هي معامل استرداد طالعته، والواحد بالمية هي من اصل القانون، بتعوض بيطلع عندك معدل العائد الداخلي. هلا بنوضح الامر بمثال. مثال هلا
لدى المستثمر عبد الله مشروع استثماري تكلفته 3 مليون و335 ألف، ومن المتوقع أن يحقق تدفقات نقدية سنوية قدرها 500 ألف ليرة في العام ولمدة 15 عام. ما هو معدل العائد الداخلي لهذا المشروع؟ وبفرض أن معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر عبد الله هو 15%، فهل تنصحه بالاستثمار في هذا المشروع؟ طبعا هون التدفقات النقدية متساوية، وبالتالي فينا نستخدم هالطريقة اللي كنت عم بشرحها لحساب معدل العائد الداخلي. منطبق أو بنمشي بالخطوات الثلاثة. الخطوة الأولى معامل استرداد. معامل استرداد شو بعمل أنا معامل استرداد؟ قد ايه تكلفته للاستثمار عنا بالمثال؟ تكلفته 3,335,000، وقد ايه تدفقه النقدي؟ 500,000، بنقسم بيطلع عندي 6.67. هال 6.67 هي معامل استرداد. بحطها بإيدي وبروح لوين؟ على جداول القيمة الحالية. بدور على 6.67، ما لقيت. إذا لقيت باخذ سعر الخصم المقابل إله، بيكون هو معدل العائد الداخلي، وما بقى بكمل بالخطوة الثالثة. إذا ما لقيت باخذ أقرب رقم لل 6.67 من الأعلى، وأقرب رقم إلى من الأسفل، وباخذ سعر الخصم المقابل لهاتين القيمتين. رحت على جداول القيمة الحالية، ما لقيت 6.67، أخذت أقرب قيمة لل 6.67 من الأعلى، كان 6.811، بقابلها سعر خصم 12%. وأخذت أقرب قيمة إله من الأدنى اللي هو 6.462، سعر الخصم المقابل إلى 13%. وبنعوض بالقانون، بنعوض بالقانون، معدل العائد الداخلي سعر الخصم الأدنى ما هي اللي هو 12% زائد 1% ضرب معامل استرداد ناقص معامل القيمة الحالية لسعر الخصم الأدنى اللي هي 6.811 على معامل ال 6.67. ثواني هون، هون طلع معي أنا 6.67 معامل استرداد، ما هي طيب أوكي، فكرت أنه لأنه أحيانا الأرقام تقلب. إذن معامل استرداد ناقص معامل القيمة الحالية لسعر الخصم الأدنى اللي هو هون 12%، القيمة المقابلة له 6.811 على معامل القيمة الحالية لسعر الخصم الأعلى المقابل ل 13% شو كانت؟ 6.462 ناقص نفس ال 6.811. هون معامل القيمة الحالية لسعر الخصم الأدنى عوضنا فيها، ضرب 100، ضرب 100 بيطلع عندي 12.4%. إذا شو عملنا؟ معامل استرداد طالعنا بكل بساطة، دورنا بجداول القيمة الحالية، طالعنا أقرب رقمين لمعامل استرداد، وأخذنا سعر الخصم المقابل لكل واحد منهم وعوضنا بالقانون. يعني الأمر كتير بسيط، طلع عندي 12.4%. طيب 12.4% شو يعني؟ 12 أنا قديم محدد لنفسه هو، نرجع نتذكر، ومحدد لحاله معدل عائد استثماري قدي 15%، عفوا 15%. قد ايه طلع عندي معدل العائد الداخلي؟ 12%. برأيكم بيقبل المشروع؟ بالحالة بنقبله. إذا معدل العائد الداخلي أقل من معدل العائد الاستثماري اللي نحن طالبينه، بالتالي يرفض المشروع في هذه الحالة. طبعا هذا شوف القيمتين اللي طلعناهم 6.811 و6.462، ما قلت لكم بدنا نحتاجهم، وسعر الخصم المقابل لكل واحد منهم. يعني هالأربع قيم أخذتها أنا وين؟ عوضت فيها بالقانون، طلع معي معدل العائد الداخلي. بس أنتوا دوروا على جوجل على جداول القيمة الحالية وطلعوا عليها. ملاحظة هون حاطلك أنه نحن استخدمنا المعامل قيمة، أو عفوا حسبنا معدل العائد الداخلي لما كان عندي تدفقات نقدية متساوية بتطبيق القانون السابق، ولكن التدفقات النقدية قد لا تكون متساوي. إذا كانت تدفقات النقدية غير متساوي وبدك تحسب معدل العائد الداخلي، الصراحة بدك تعمل بشكل يدوي. شو يعني بدك
تطلع معدل العائد الداخلي بشكل يدوي. يعني بدك تضل تجرب باسعار الخصم عندك المشروع، عندك التدفقات النقديه، بدك تضل تحسب القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخلي والخارجي، وتجرب باسعار الخصم بتبلش 7% 8% 9% لحتى يتساوى عندك القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخلي مع القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الخارجيه. لما بيتساووا مع بعضهم بتشوف شو سعر الخصم اللي انت استخدمته، بيكون هو معدل العائد الداخلي. بس باعتبار هذا الامر يعني ممكن ياخذ معك نهار كامل، نهار كامل ممكن بالصدفه، ممكن فورا يطلع معك، ممكن انت وحظك. وبالتالي ما حنشرحه في هذا الفصل باعتباره بياخذ وقت كثير طويل. نيجي هلا على مؤشر الربحيه. مؤشر الربحيه هو مثل يعني من شوي شرحنا صافي القيمه الحاليه للمشروع، اخذنا القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخليه وطرحنا منها القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الخارجيه، والنتيجه كان صافي القيمه الحاليه للمشروع. وقت قابلنا المشروع لما موجب رفضناه، لما بيكون سالب او صفر. هلا مؤشر ربحي نفس المبدا، بس هونيك طرحنا عمليه طرح، هون قسمه، هونيك النتيجه رقم مطلق، هون النتيجه هي نسبه. وبالتالي مؤشر ربحيه بناخذ القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخله وبنقسم على تكلفه الاستثمار المبدئيه اللي هي نفس القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الخارجيه. اذا بصافي القيمه الحاليه للمشروع كنا نطرح هون نفسه، بس هون قسمه. نستنتج من ذلك انه مؤشر ربحيه هو معيار مهم لتقييم المشروعات الاستثماريه باعتباره ثلاثه عيبا اساسيا من عيوب طريق صافي القيمه الحاليه للمشروع. ليش؟ لانه صافي القيمه الحاليه للمشروع النتيجه كانت رقم مطلق. طيب رقم مطلق مو معناتها يعني هون ما عم تاخذ تكلفه الاستثمار بالحسبان. يعني طريقه صافي القيمه الحاليه للمشروع ما بتعطيك المشروع الاربح نسبيا، اما هون بيعطيك المشروع الاربح نسبيا. يعني انا عندي مشروعين، واحد بيربحك 100 ليره وواحد بيربحك 10 ليرات. شو بتقول انت؟ والله يا اخي ال 100 ليره افضل لانه اكبر من ال 10 ليرات. انا بقول لك لا، هال 100 ليره اللي انت ربحت 100 ليره احتمال انت مستثمر 1000 ليره، استثمرت 1000 ليره وربحت 100 ليره، معناتها انت قد ايه معدل ارباحك؟ 10%. اما لما ربحت 10 ليرات احتمال انت مالك مستثمر غير 10 ليرات، وبالتالي هون ارباحك 100%. هذا الامر ما بيبين لك اياه صافي القيمه الحاليه للمشروع، بيبين لك اياه مين؟ مؤشر ربحيه. لهيك اعتبر هو اهم من صافي القيمه الحاليه للمشروع، وتلافى احد عيوب مؤشر صافي القيمه الحاليه للمشروع. بمؤشر ربحيه ما بتقبل المشروع اذا كان النتيجه موجب، بتقبل النتيجة إذا كانت النتيجة أكبر من الواحد الصحيح. يعني لكي نقبل المشروع حسب مؤشر ربحية يجب أن يكون هذا المؤشر أكبر من الواحد الصحيح، وإلا بترفض المشروع. ولما بيكون عندك مشروعين بتختار المشروع اللي بتكون مؤشر ربحيته هو الأكبر. ناخذ مثال لدى المستثمر عبد الرحمن، مشروعان استثماريان، التكلفة المبدئية لكل منهم 26 مليون، وتدفقاته النقدية لمدة 5 سنين كما هو مبين في الجدول التالي. المطلوب هلا حساب مؤشر ربحية للمشروعين، وأي من هذين المشروعين تنصح عبد الرحمن أن يختار، علما أنه معدل العائد المطلوب هو على الاستثمار هو 10%. عدينا أو جهزنا الجدول التالي للحل. أخذنا الاعوام، هدول اخذتهم من المعطيات، المشروع الاول قد ايه تدفقاته، المشروع الثاني قد ايه تدفقاته، حسبت انا معامل القيمه الحاليه عن سعر خصم 10%، طبقت القانون اللي هو 1/1 R/N لانه تدفقات نقديه مختلفه، وعوضت بار 10% لانه معدل العائد على الاستثمار 10%، وكل مره بغير الاس 1 2 3 4 5، قسمت هالقسمة طلع عندي معامل القيمة الحالية. هلا شو بعمل؟ بدي طالع انا القيمة الحالية لهالتدفقات النقدية. شو بعمل انا؟ بجي بضرب هذا العمود بمعامل القيمة الحالية. النتيجة بحطها هون.
هذا هون هذا العمود، يعني القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع الأول. بعدين شو بعمل أنا؟ بيجي لنبدل اللون، بيجي العمود الثاني بضربه هون بمعامل القيمة الحالية، والنتيجة وين بحطها؟ بالعمود الأخير. العمود الأخير هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع الأول، وباخذ المجموع للمشروع الأول وللمشروع الثاني. هون هي مجموع يعني القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع الأول وهون للمشروع الثاني. هلا بقى شو ضل لي؟ احسب مؤشر الربحية. مؤشر الربحية للمجموع للمشروع الأول، القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية اللي هلا حسبناها من الجدول، منقسم على تكلفة المشروع اللي هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية، بيطلع عندي 1.01. ونفس الشيء بعمل للمشروع الثاني، بيطلع عندي 0.98. طبعا هذا المشروع الثاني مرفوض، ما في داعي نقارنه، مرفوض لأنه أقل من الواحد الصحيح. المشروع الأول يعني واحد مقبول لأنه أكبر من الواحد من الصغير، مقبول. إذا المشروع الأول أفضل من الثاني، هو الثاني مرفوض بطبيعة الحال. ضللنا أخيرا فترة الاسترداد المعدلة. فترة الاسترداد المعدلة هي نفس فترة الاسترداد اللي نحن شرحنا لكم إياها، نفسها بالضبط، ولكن هون يتم أخذ القيمة الزمنية للنقود بالحسبان بشكل كلي، وطريقة حسابها هي نفس طريقة الحساب اللي شفناها، نفسها تماما. ولكن التدفقات النقدية هون ناخذ القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع، وبنحسب فترة الاسترداد بنفس الطريقة. بنوضح هذا الشيء بالمثال. بفرض أنه لدى المستثمر نجيب مشروع استثماري تكلفته 30 مليون، وبفرض أن المشروع يعطي تدفقات نقدية على الشكل التالي. إذا التكلفة المبدئية 30 مليون، تدفقات النقدية بالعام الأول 10، بالعام الثاني 15، كمان بالثالث 15، وبالعام الرابع 17. معي؟ إذا 10 بالعام الأول، 15 في العام الثاني، 15 في العام الثالث، و17 في العام الرابع، و6 مليون في العام الخامس. المطلوب هلا حساب فترة الاسترداد المعدلة، بفرض أن معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر نجيب 10%. عندي بناخذ بالرتب الجدول التالي، الأعوام من 1 ل 5، باخذ التدفقات النقدية من نص التمرين بحطهم هون، وبحسب معامل القيمة الحالية 1 على 1 زائد R أس N، وبعوض R بسعر الخصم اللي هو معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر نجيب 10%. وكل مرة ببدل الأس، لأنه الأس هو N عدد السنوات، وبطالع شو معامل القيمة الحالية، وبضرب التدفق النقدي بمعامل القيمة الحالية. الأمر صار بسيط، وبطالع النتيجة بحطها هون. هذا القيمة الحالية للتدفقات النقدية للأعوام الخمسة، وباخذ المجموع. هلا بدي احسب فترة الاسترداد. ناخذ مجموع القيمة الحالية للتدفق النقدي السنوي للعام الأول والثاني، يدويا بدنا نحسبها. الأول والثاني تطلع 21,480,000. نحن تكلفة المشروع قديش؟ لنتذكر نرجع لي شوي. تكلفة 30 مليون. أخذنا القيمة الحالية للتدفقات النقدية للعام الأول والثاني، قد يطلعوا 21,480,000. ما كفوا، قد يضل بدنا؟ بدنا 8,520,000. 8 مليون منين جبتها أنا؟ 8,520,000 هي 30 مليون ناقص 21,480,000. ولكن القيمة الحالية للتدفق النقدي للعام الثالث، هلا أخذت الأول والثاني أنا، بروح على العام الثالث شوف القيمة الحالية للتدفقات النقدي 11 مليون و265,000.
انا قديه بدي 8 و520، وبالتالي ما بدنا العام الثالث كله، بدنا جزء منه. قديه الفترة الزمنية من العام الثالث بتغطي هالجزء اللي انا ضل لي؟ نفس الطريقة اللي طبقناها لما كنا عم نشرح فترة الاسترداد العادية. المبلغ اللي ضل لي قديه؟ 8,520,000. القيمة الحالية للتدفقات النقدية بالعام الثالث قد 11,265,000، بنقسمهم بنضرب ب 12 يطلع عندي 9.08 شهر. إذا بدك بالأيام خذ هون 0.08 اضربهم ب 30 بيطلع عندك 2.4، وبالتالي تكون فترة الاسترداد هي العام الأول مع العام الثاني، وبنضيف لهم العام الثالث 9 شهور ويومين تقريبا. هي بتكون هي فترة الاسترداد المعدلة لهذا المشروع. طبعا هون بنص التمرين شو كنا عم نقول؟ انه ثواني حساب فترة بفرض ان معدل عائد تماما. هلا شو بيعمل المستثمر نجيب؟ بيكون هو متحدد لنفسه فترة الاسترداد وبيقارن. اذا كان فترة الاسترداد هو معدلة حاطة لنفسه اكبر حيرفض المشروع، والعاكس لما بيكون حال المعاكسة بيقبل المشروع. يعني هو بده مشروع يسمح له يرجع رأس ماله المستثمر بفترة بتساوي الفترة اللي هو محددة لنفسه أو أقل، وإلا بيرفض المشروع. هيك بتكون خلصت محاضرتنا لليوم، محاضرة كتير مهمة. يعني الموضوعات شرحناها اليوم كتير مهمة، بتمنى التركيز عليها وبالتوفيق للجميع. كان الحضور اليوم قليل، احنا متفقين على هذا الموعد معي، موعد المحاضرة التعويضية. بس نحن حكينا يا رجل بالمحاضرة الماضية، كتبوا شيء على الجروب انه في محاضرة تعويضية عصام؟ طيب انا محاضرة اليوم محاضرة مهمة، أن اللي عم يحضروا عصام نفسهم، يعني اذا برجع انا على المحاضرات للطلاب اللي عم يحضروا هني نفسهم، وبالتالي لما قلت لكم انه في محاضرة تعويضية ان الطلاب اللي عم يحضروا هن نفسهم سمعوا يعني. اما في بعض الطلاب اللي ما عم يحضر المحاضرات الطبيعية بده يحضر التعويضية. يلا ولا يمكن، على كل حال تسجيل محاضرة حيكون موجود، وبطبيعة الحال المحاضرة مسجلة يعني. شكرا لك يا نبيل، شكرا. طيب خلونا نبلش مع انت الجزء النظري بين ما يكونوا فاتوا عن المحاضرة. انتوا سمعتوا تسجيل المحاضرة؟ صعب شيء؟ لقيته شيء صعب؟ عصام عم يقول لي سهلة، ونبيل عم يقول لي واضحة، والنص اللي سمعته انت روجيه كيف كان؟ ماني مستغرب عن متوسط الاستثمار، ما هيك يا نبيل؟
نبيل استفسارك وين بمثال عائد محاسبي، مو بالمتوسط الاستثمار؟ نبيل فصل 100 عندهم. طيب معناته بنبلش نحن بالجزء النظري بين ما يفوتوا رفقات كم، بلكي ان شاء الله بيفوتوا على المحاضره. طبعا نحن اليوم محاضره 11 رقم 11، بكره المحاضره 12 اخر محاضره. تسألني على شو يعني عصام؟ على موضوع العائد المحاسبي؟ ايه هلا بنوصل عليه، هلا بنقول لك في شغله بدي نعدلها. يعني الطريقتين المستخدمات صحيحات، بس مشان ما نستخدم طريقتين بنوحد طريقه واحده، هلا بس بنوصل عليها. ماني مستغرب تسالوني عنها، يعني ضروري تسالوني عنها، اذا ما سالتوني عنها معناتها ما انتم منتبهين. طيب اذا تقييم الاستثمارات الراسماليه هذا موضوع مهم جدا بالاداره الماليه. يعني محاضره اليوم محاضره بكره جدا مهمين، يعني بكره تمويل طويل الاجل. هدفنا نقيم الاستثمارات الراسماليه، نعرف كيف نقيم الاستثمارات الراسماليه بناء على مبادئ علميه. والنقاط اللي بدنا نشوفها مفهوم الاستثمارات الراسماليه، اهميتها، انماطها، هدول نظري، والعوامل المؤثره كمان هدول نظري. عوامل مؤثره باتخاذ القرارات الراسماليه، هدول بياخذوا اول 10 سلايدات نظري، بعدين بيجي العملي هي طرائق تقييم الاستثمارات الراسماليه. الاستثمار الرأسمالي شو هو؟ الاستثمار الرأسمالي هو استثمار طويل الأجل، هو استثمار طويل الأجل. نحن أخذنا رأس المال العامل، معي؟ كان استثمار قصير الأجل، أصول متداولة، هون عندك أصول ثابتة، آلات، خطوط إنتاجية، فروع للشركة، استثمارات طويلة الأجل. عادة بتكون التدفقات النقدية اللي بتعطيك إياها الاستثمارات تمتد لفترة طويلة، أكثر من سنة. ونحن بنعرف القاعدة الذهبية بالإدارة المالية، الطويل للطويل والقصير للقصير، معناتها بدنا نموله لهالاستثمارات من مصادر تمويلية طويلة الأجل، نموله من حقوق الملكية، من الديون طويلة الأجل، سواء سندات ولا قروض طويلة الأجل، من التدفق النقدي التشغيلي، لأنه هي مثل ما ذكرنا هي استثمارات طويلة الأجل. أهميتها للاستثمارات الرأسمالية، نحن بنعرف استثمار بالاصول المتداوله، الاستثمارات قصيره الاجل بيكون الهدف منها السيوله، معي؟ اما الاستثمارات طويله الاجل بيكون الهدف منها الربحيه، وبالتالي سلامه المنشاه وضمان استمرارها، معي؟ بيتعلق بها القرارات، قرارات الاستثمار الراسماليه. اضافه لانه اهميتها بتنجي من امر انه انت عم تاخذ القرار هلا ونتائجه عم تبين بالمستقبل، وبالتالي بده عنايه شديده القرار الاستثمار الراسمالي، وبتتميز واهميتها بتجي كمان من ارتفاع مخاطره، لانه هي بنعرف نحن كل ما طالت الفتره الزمنيه كل ما زادت المخاطر، هون عندنا استثمار طويل الاجل. وبالتالي هو عرضة للتغير بالأحوال الاقتصادية، كما تغيرت الظروف الاقتصادية بدنا نتأثر فيها، وخاصة عم ناخذ زمن طويل مثل ما حكينا، بالتالي مخاطرة مرتفعة، نمو المنشأة، توسع المنشأة، ديمومة المنشأة، كلهم هدول مرتبطين شو بالاستثمارات الرأسمالية، لأنه هي الأصل بأرباحنا، هي الأصل بالقيمة السوقية لمنشأتنا، لأنه هي المولد للأرباح. كل ما زادت ارباحنا هذا الامر، هالارباح بتاثر ايجابا بالسعر السوقي للمنشاه، وبالتالي بتاثر ايجابا بثروه ملاك المنشاه. ايضا اهميه الاستثمارات الراسماليه بتجي من ضخامه راس المال المستثمر فيها. اذا بدنا نقارن نحن ناخذ منشاه ونقارن استثماراتها بالاصول الثابته والاستثمارات طويله الاجل بشكل عام، بتكون رأس المال المستثمر فيها أكبر بكثير من رأس المال المستثمر بالأصول المتداولة. ليش؟ لأنه هون نحن عم نستثمر لنربح، هونيك عم نستثمر لنحقق سيولة. وليش نحن بدنا نحقق سيولة بالنهاية؟ لحتى نضمن تحقيق الربح، وبالتالي هون رؤوس الأموال المستثمرة بتكون كبيرة مقارنة باستثماراتنا الأخرى.
وبالتالي كل ما ذكرناه بيبين لنا أهمية الاستثمارات الرأسمالية. الاستثمارات الرأسمالية إلى أنواع، إلى أنماط. إلى هون فينا نستخدم ثلاث معايير لتصنيف الاستثمارات الرأسمالية: الهدف من الاستثمار، شكل وتوقيت التدفقات النقدية، والعلاقة بين الاقتراحات الرأسمالية. حسب الهدف عنا استثمارات إحلالية، توسعية، ابتكارية. الإحلالية بكل بساطة من اسمها إحلالي، يعني آلة مثلا تحل محل آلة أخرى. لماذا تحل محلها؟ لأنه خلص عمر الإنتاج، تقادمت، صارت قديمة. وبالتالي الهدف هون مو التوسع، مو زيادة طاقتنا الإنتاجية، الحفاظ على الطاقة الإنتاجية. آلة ما بعد تشتغل، جبنا آلة بدالها صارت تنتج نفس الشيء. أما التوسعي لا، الآلة الموجودة جبت آلة حطيتها جنبها، صارت معناته الطاقة الإنتاجية زادت معي، لأنه صار عندنا آلتين عم ينتجوا، توسعنا بالإنتاج. الابتكاري بيختلف، الابتكاري معناته أنتجت منتج جديد، بالتوسع وبالإحلالي نفس المنتج، أما بالابتكاري منتج جديد أو عدلت المنتج القائم أو استخدمت طريقة جديدة بالإنتاج، وبالتالي يكون أو تكون المخاطر بالاستثمارات الابتكارية أكبر من المخاطر بالاستثمارات التوسعية والإحلالية. لأنه نحن بنعرف كل ما كان الاستثمار جديد كل ما كانت مخاطره أكبر، والعكس بالعكس، لأنه ما أنه مجرب بعد، كل شيء ما أنك مجربه قبل مخاطره بدها تكون أعلى. واضح الاستثمارات حسب الهدف. طيب حسب المعيار الثاني اللي هو شكل وتوقيت التدفقات النقدية، عندي استثمارات تدفقات النقدية الخارجية بتصير بلحظة معينة، بينما تدفقات النقدية الداخلية بتصير على عدة فترات. مثل لما بتشتري هلأ أنت آلة دفعت ثمن في هذه اللحظة، معناتها تدفق نقدي خارج هو ثمن الآلة، وهالآلة عم تستخدمها بالإنتاج لمدة 10 سنين لنفرض، وعم تعطيك تدفقات نقدية عبر الزمن. وبالتالي هذا شكل من أشكال الاستثمارات الرأسمالية حسب شكل وتوقيت تدفقات نقدية. النوع الثاني ممكن استثمارات تصير الرأسمالية تصير تدفقات النقدية الخارجية خلال فترات زمنية متعددة، بينما يعني بالشكل الأول مثله، بالشكل الأول صار تدفق النقدي الخارجي هلأ معي، وتدفق النقدي الخارجي صار بلحظة بعدين. مثل لما بتشتري عقار هلا بهاللحظة هاي معي، ودفعت ثمنه 1,000,000 ليرة، ورجعت بعد 5 سنين بعته بـ1,000,000. تدفق نقدي داخل صار بلحظة، تدفق نقدي خارج صار بلحظة أخرى. أما النوع الثاني انتبه، التدفق النقدي الخارج عم يصير على فترات زمنية متعددة، بينما التدفق النقدي الداخل عم يصير بلحظة معينة. مثل لما أنت اشتريت آلة دفعت ثمن على أقساط عدة دفعات، تدفق نقدي خارج عدة دفعات، أنتجت كمية كبيرة من الإنتاج، كمية معينة من هالإنتاج، وبعته دفعة واحدة وانتهى مشروعك. لما بعته ضربة واحدة حقق لك شو؟ تدفق نقدي داخل بلحظة معينة. النوع الثالث استثمارات بتصير تدفقات النقدي الخارجي بلحظة معينة، بينما تدفقات النقدية الداخلية بتصير على موزعة عبر الزمن. يعني مثل لما بتشتري آلة بتدفع ثمنها هلأ بهاللحظة معي، وبتصير بعد تستخدم أنت لفترة زمنية طويلة، عم تنتج وعم تبيع، عم تنتج وعم تبيع، كل مرة عم تبيع عم تدخل تدفقات نقدية داخلية. النوع الأخير بتصير تدفقاتك النقدية الداخلية والخارجية موزعة عبر الزمن عدة دفعات. مثل لما بتشتري آلة بتدفع ثمنها على عدة دفعات، وانت عم تستخدمها بالإنتاج لفترة زمنية طويلة، عم تنتج وعم تبيع منها، كل مرة بتبيع بتعمل لك تدفق نقدي داخل. إذا أنواع واضحة هاي معي. أصلا هو شكل المعيار، اسمه المعيار هو بيوضح لك أنواع شكل وتوقيت التدفقات النقدية. واضحة الأمور؟ عم تسمعوني كلياتكم؟
طيب هلا المعيار الثالث هو حسب العلاقة بين الاقتراحات الاستثمارية. عندك الاستثمارات المستقلة، من اسمها مستقلة، معناتها عندك مشروعين استثماريين، المشروع الأول مستقل عن الثاني، بمعنى أرباح الأول ما إلى علاقة بأرباح الثاني، تدفقات النقدية للأول ما إلى علاقة بالتدفقات النقدية للثاني. مثل تروح هلا أنت تستثمر بالشاليهات على البحر مثلا، تعمل شاليهات تأجرهم، وبنفس الوقت أنت عندك استثمار زراعي، ما له علاقة ببعضهم، هذول مستقلين عن بعضهم. إذا كان معك رأس مال كافٍ وكانوا هالمشاريع مجديين، فيك أنت تستثمر فيهم كلهم، هذول مستقلين عن بعضهم. أما الاستثمارات المتمانعة، استثمارك بواحد منهم بيمنعك أنك تستثمر بالثاني، ما بقى بيكون في جدوى أنك تستثمر بالثاني أصلاً. مثل لما أنت بتجي بدك تشتري آلي لا او خط انتاجي، اجيت انت قارنت مجموعة خطوط انتاجية واخترت واحد منهم بيناسبك اخترته، طيب شراءك لهالخط الانتاجي بيمنعك انك تشتري خط انتاجي بيأدي نفس الغرض؟ ما انت اشتريت خلاص انتهى الامر، اذا بيأدي نفس الغرض ليش بدك تشتري واحد ثاني؟ اذا هون بنقول ما في داعي تشتري اثنين. مثل لما انت بحياتك اليومية معي بتشوف مثلا موبايل بدك تشتريه، اليوم انت رحت على السوق دورت اشتريت موبايل، شفت موبايل بيناسبك، ثاني يوم او بعد يومين انت بالسوق شفت موبايل كمان عجبك، بتشو بتقول؟ بتقول له اني ما اشتريت اول امبارح، كنت اشتريت هلا معي، لطالما اشتريت واحد وبيأدي غرض ليش بدي اشتري الثاني؟ هذا بنسميه استثمار متمانع. اما الاستثمار المرتبط هو عكس المتمانع. المتمانع قيامك بمشروع معين منعك تستثمر بالمشروع الثاني الآخر. أما الاستثمارات المرتبطة أو الشرطية، استثمارك بمشروع مشروط باستثمارك بمشروع آخر. مثل لما بدك تروح هلا أنت تعمل مشروع مثلا بالبادية السورية، بالبادية صحراء، طيب كيف بدك أنت والموظفين كلهم ساكنين بالشام وكل يوم بدهم يروحوا على البادية، صعبة معي، فما بتزبط الامر معك، ما بيزبط. بتصير انت لحتى ينجح مشروعك لازم تعمل شو؟ مشروع سكني لسكن الموظفين جنب المشروع معي، معناته صار هذول مرتبطين ببعضهم، لازم تعمل مشروع تشق طريق لمشروعك وتعمل مي وكهرباء وبنية تحتية، وبالتالي قيامك بهالمشروع بيشترط انك تعمل طريق، تعمل جسر، تعمل كهرباء، مي، تليفون، ابنية سكنية للعمال وهكذا. هدول بنسميهم استثمارات شرطية أو استثمارات مرتبطة. واضحة الأمور لحد الآن؟ العوامل المؤثرة باتخاذ القرار الاستثماري الرأسمالي، عندك عدة عوامل. الوضع الاقتصادي، لما بتكون في فترة كساد بتنخفض الاستثمارات الرأسمالية، لانه ما في طلب على منتجنا، بيكون ما في سيولة اصلا. باوقات الازدهار تزداد المشروعات الرأسمالية او الاستثمارات الرأسمالية. المخاطر ايضا بتأثر. المخاطر بشكل عام ممكن تصنيفها لمخاطر اللي بتتعرض للاستثمارات الرأسمالية، مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة. المخاطر المنتظمة هي التي تصيب السوق ككل، مثل مخاطر الحروب، مخاطر الزلازل، الفيضانات مثلا. لما هلا مثل الوضع اللي عم نعيشه هلا بنسميها مخاطر حروب، الكل تأثر بمخاطر الحروب، اذا تصيب السوق ككل. اما المخاطر غير المنتظمة بتصيب صناعة معينة بس ما بتصيب صناعة تانية، او بتصيب شركة ما بتصيب التانية. انت انخفض الطلب على منتج شركتك بس مو شرط ينخفض على الطلب على منتج شركتي انا. انت تعرضت لظرف معين مو شرط انا تعرضه، هدول مخاطر غير منتظمة. وبالتالي المخاطر المنتظمة بنشوفها اكثر خطورة من المخاطر غير المنتظمة، لانها بتصيب السوق ككل، وبالتالي وجود هذه المخاطر بيأثر سلبا على المشروعات الاستثمارية، مثل الظروف اللي عم نعيشها هلا. هلا بتلاقي هلا ربما الوضع تحسن شوي، خد 3 سنين لورا
المستثمر بيتردد يعمل مشروع استثماري طويل الأجل، بيقول لك في مخاطر، نحن عم نعيش ظروف حروب، مخاطر منتظمة. إدارة المنشأة أيضا بتأثر، إدارة المنشأة قد ترى أنه من الضروري فتح فرع جديد استثمار رأس مالي لأنه في ارتفاع بالطلب على منتجنا، بينما إدارة أخرى ترى العكس من ذلك، بتقول لك هذا الطلب مؤقت ما في داعي نفتح فرع جديد. معنى الفكرة هون معناها أنه إدارة المنشأة هي عامل مؤثر، عامل محدد للاستثمار الرأسمالي، إذا اقتنعت بالاستثمار بتعمله، إذا ما اقتنعت ما بتعمله. حجم الطلب المتوقع، كل ما كان الطلب المتوقع أكبر كل ما كان شجع هذا الأمر على قيام المشروع الاستثماري الرأسمالي، والعكس بالعكس. نوع المنتج، إذا منتجت بيتطلب مهارات معينة، اختصاصات معينة ما أنا متوافرة، ما أنت ما حتعمل المشروع. إذا نوع منتجك بيتطلب مواد أولية ما أنا متوافرة، ما حتعمل المشروع، والعكس بالعكس. مصادر التمويل، كل ما كانت مصادر التمويل اللازمة للقيام بالمشروع الاستثمار الرأسمالي متوافرة أكثر، كل ما شجع هذا الأمر على القيام بالمشروع الاستثماري، والعكس بالعكس. هيك بيكون لخصنا بشكل هيك مقبول موضوع الجزء النظري من الاستثمارات الرأسمالية. في أي سؤال عليه؟ خلصنا النظري وما حدا فات ولا طالب جديد، يعني هيك كتير، معناتها عم يقول الطلاب خلص محاضرة تعويضية بلا ما نفوت. معك يا رجل؟ يصطفلوا معي، نحن اللي علينا عملناها قصدك معي. بجوز البعض منهم كمان عنده ظروف كهرباء نيت، او البعض سمعان المحاضرة بيقول لك سهلة ما فيها شيء، خلص بلا ما نحضر. هلا بنجي على طرائق تقييم الاستثمارات، قسمناها لمجموعتين. نحن بالمحاضرة الماضية كان عنوان القيمة الزمنية للنقود، وقلنا موضوع كتير مهم، وفي محاضرات حتجي مستقبلا نستخدم فيها أفكار محاضرة القيمة الزمنية للنقود، هيك حكينا بالمحاضرة الماضية. فهون اجينا لنقسم معايير تقييم أو طرائق تقييم الاستثمارات الرأسمالية، قسمناها حسب القيمة الزمنية للنقود. عندك مجموعة بتتجاهل القيمة الزمنية للنقود، ومجموعة تأخذ بالحسبان القيمة الزمنية للنقود. المجموعة الأولى فيها معدل عائد محاسبي، فترة الاسترداد، والمجموعة الثانية فيها صافي القيمة الحالية، معدل عائد داخلي، مؤشر ربحية، وفترة الاسترداد المعدلة. هدول رح نشرحهم مع أمثلة عملية. نجي على معدل العائد المحاسبي. معدل العائد المحاسبي مبين من القانون تبعه، شوفوا اطلع بالقانون تبعه، معناته بيبين لك انت متوسط صافي ربحك بعد الضريبة بالنسبة لمتوسط استثمارك، تضرب 100 لحتى تطلع نسبة مئوية، تاخذ قد ايه عندك ارباح بعد الضريبة، تاخذ متوسطهم بيكون عندك لعدة سنوات، تاخذ وسط الحسابي تبعهم مجموعهم تقسيم عدد السنوات، وبتقسم على متوسط الاستثمار. كل ما كان معدل العائد المحاسبي اعلى كل ما كان افضل، لانه يشير الى زيادة صافي الربح بالنسبة لمتوسط الاستثمار. اذا كان عندك مشروعين عم تقارن بيناتهم على اساس معدل العائد المحاسبي، تختار المشروع اللي بيكون معدل العائد المحاسبي اعلى. اذا ما كان عندك مشروعين، عندك مشروع واحد، بتقارن معدل العائد المحاسبي بالمعدل انت حددته لنفسك. اذا كان المشروع بيحقق معدل عائد محاسبي اكبر من المعدل اللي انت حددته لنفسك، تقبل المشروع والا ترفض المشروع. واضحة الفكرة لحد الان؟ طيب هلا بنجي على مثال عملي. هون بده يكون في سؤالكم لبالكم، رح نجي عليه. عندنا مشروع استثماري تكلفته 60 مليون تقطع فورا، والعمر الانتاجي لهالمشروع 4 سنوات، ويستهلك هذا المشروع بطريقة القسط الثابت. يستهلك بطريقة القسط الثابت، بنعرف شو يعني معي، يعني
أخذتوها بالمحاسبة، منقسم قيمة الأصل على عمره، بيطلع عندنا الاستهلاك السنوي. عندنا الإيرادات التشغيلية لهالمشروع بالعام الأول وبالثاني وبالثالث وبالرابع، وعندنا المصاريف التشغيلية لهالأعوام الأربعة، معطاة إلك هون كل سنة وقديش الإيراد تبعه وقديش المصروف تبعه. وعندك معدل الضريبة 50%، والمطلوب حساب معدل عائد محاسبي. وبفرض أنك حددت لنفسك معدل عائد مقداره 25% كمعيار لقبول المشروع، فهل ستقبل هذا المشروع أم ترفضه؟ نظمنا الجدول التالي. هل أنت بالامتحان مو شرط تنظمه للجدول، أنا الجدول بنظمه للتوضيح، أما بالامتحان أنت بتحل بالطريقة اللي بتناسبك الأسرع. فهون أخذنا الأعوام الأربعة، أخذنا الإيرادات، طبعا هو الأرقام بالملايين، 60 مليون 55 مليون وهكذا. أخذنا الإيرادات الإيرادات التشغيلية، أخذنا كمان المصاريف التشغيلية حطيناهم. الامتلاكات كل سنة 15، من وين جبناهم؟ قسمنا 60 مليون على 4 طلع 15 مليون. اجينا بعدين حسبنا صافي الربح قبل الضريبة، 60 مليون ناقص 35 ناقص 15 بضل 10، هذا قبل الضريبة. الضريبة 50%، 10 ضرب 50% 5. بعدين بنطرح الضريبة من صافي الربح قبل الضريبة، يعني 10 ناقص 5 بيطلع 5، صافي الربح بعد الضريبة 5. بالسنة الثانية والثالثة والرابعة نفس الشيء. هلا شوف بالرابعة طلع معي صفر، 35 ناقص 20 15 ناقص 15 صفر، بالتالي الضريبة صفر، بالتالي صافي الربح بعد الضريبة صفر. بناخذ مجموع العمود الأخير 15 مليون، هذا شو متوسط، هذا شو هو صافي الربح بعد الضريبة. بدنا المتوسط قد ايه عدد السنوات؟ 4. 15 مليون تقسيم 4 طالعنا المتوسط 3 مليون و750 الف. هلا جينا على متوسط الاستثمار، اخذنا قيمة الاستثمار وقسمناها على عدد السنوات. هلا هي طريقة ممكن تستخدم بالطريقة بالمثال بعده، باعتبار انتم حضرتوا المحاضرة المسجلة. اخذنا قيمة الاستثمار بداية المدة زائد قيمة الاستثمار بنهاية المدة تقسيم 2، ما هيك شفتوا بالمثال؟ طيب هلا هون اذا استخدمنا طريقة تانية مشان نوحد الطريقة، خلص خذ انت هون استثمار بداية المدة زائد نهاية المدة على صفر، على اثنين عفوا. الاستثمار بداية المدة قد ايه كانت؟ 60 مليون. ما نذاكر لك شيء انا بالنسبة لقيمة الاستثمار بنهاية المدة، وبتعرفوا انتم من المحاسبة لما ما بنذكر شيء بالنسبة لقيمة الاستثمار بنهاية المدة بنعتبره صفر. معناتها بلشنا باستثمار بداية المدة 60 مليون، نهاية المدة ما ذكرنا شيء، مع قيمته صفر، بيصير 60 مليون زائد صفر على 2. هي طريقة تانية. هلا الطريقة هي ما أنا غلط، ما أنا بس أنا مشان الامتحان بتقلي بأي طريقة بدي استخدم. مرة حسبنا متوسط الاستثمار أول مدة زائد المدة نهاية المدة على 2، ومرة قسمنا الاستثمار على عمره. خلص الطريقة الأصح ربما تكون الثانية، خذ الثانية. إذا تابعت بهالطريقة شو بده يطلع معك هون؟ بيطلع معك 15 مليون. قسمت أنت متوسط الربح على معدل عائد المحاسب على متوسط الاستثمار طلع معك 25%. معناتها وقتها بنقبل المشروع لأنه هو طالب 25%. أما إذا عدلناها بده يختلف الأمر. بيصير عندي أنا هون 60 مليون زائد صفر على 2. 60 مليون زائد صفر 60 مليون على 2 30 مليون، هذا بصير شو؟ 30 مليون. معي؟ بصير هون بدي اقسم على شو؟ على 30 مليون. معي؟ شو بصير الناتج هون؟ 12.5%. 12.5%. معي؟ 12.5%. معناتها صرنا بنرفض المشروع. اذا نعتمدوا هاي الطريقة الثانية، استثمار اول مدة زائد اخر مدة تقسيم 2 احسن مشان نوحد الطريقة كمان.
طيب مثال ثاني، عندنا مشروعين متمانعين، يعني اذا قمت بالاول ما في تمويل ثاني. تكلفته المبدئيه الاول 1.8 مليون، الثاني 1.2 مليون، وعمر كل واحد منهم 6 سنين. شوف هون عم اقول لك صراحه، ولا توجد قيمه للخرده في نهايه العمر الانتاجي الاصل، يعني قيمه المشروع في نهايه المده يساوي صفر، وفي ما يلي صافي الربح بعد الضريبه المشروعين لمده 6 سنين لكل واحد منهم. المطلوب هلا تحديد المشروع الافضل للمستثمر بناء على معدل عائد محاسبي. بدنا نحسب معدل عائد محاسبي لكل واحد منهم ونقارنهم ونختار المشروع اللي بيكون معدل عائد محاسبي تبعه هو الاكبر. بتاخذ المشروع الاول مجموع الارقام كلها قديش وبتقسم على 6، النتيجه متوسط صافي الربح بعد الضريبه للمشروع الاول. بعدين بتاخذ متوسط الاستثمار، متوسط استثمار المشروع الاول 1.8 مليون زائد 0 على 2، بتقسم بعدين متوسط صافي الربح على متوسط الاستثمار، بتحط الناتج على جهه. تيجي للمشروع الثاني مجموع الارقام كلهم تقسيم 6، بتقسم على متوسط الاستثمار للمشروع الثاني 1.2 مليون زائد 0 على 2، معي بيطلع عندك متوسط الاستثمار. بعدين بتقسم متوسط الربح على متوسط الاستثمار، بتطالع العائد المحاسبي للمشروع الثاني وبتقارنهم ببعضهم، تختار المشروع اللي بيكون معدل عائده المحاسبي هو الاعلى. هذا الامر عملناه بهذا الجدول. شوف كيف اخذنا متوسط صافي الربح للمشروع الاول للمشروع الثاني، متوسط الاستثمار، استثمار اول مده زائد نهايه المده 0 على 2، طبقنا بالحالتين نفس الشيء. بعدين قسمنا متوسط صافي الربح على متوسط الاستثمار، طلع عندي للمشروع الاول 41.11% والثاني 40.18%، ايهما الافضل؟ النفاية الخردة قصدك، ما هيك؟ قصدك الخردة. الخردة إذا كان إلى قيمة، مثلا لو قلت لك أنا قيمة الخردة في نهاية العام يساوي 100,000 ليرة، ما هيك يا نبيل؟ بتصير مليون للمشروع الأول مثلا، بتصير 1.8 مليون زائد 100,000 قيمة النفاية أو قيمة الخردة تقسيم 2. لأنه بنص التمرين شو عم أقول لك أنا؟ بنص التمرين عم اقول لك ولا توجد قيمه للخرده او للنفايه في نهايه العمر. لو كان إلى قيمه بدك تجمع بتصير قيمه الاصل في نهايه المده. واضحه الفكره؟ اذا لو هون في قيمه كنا كتبنا 1.8 مليون زائد هالقيمه تقسيم 2. في أي سؤال على معدل العائد المحاسبي قبل ما نحكي مزايا وعيوبه؟ الخردة هي قيمة الأصل بنهاية المدة بالتأكيد، بالمحاسبة المفروض يكونوا قايلين لكم إياها لهي. أكيد الخردة هي قيمة الأصل، هي بالتعريف، قيمة الأصل بعد ما يخلص عمره الإنتاجي، يعني في نهاية مدته يعني. مزايا معدل العائد المحاسبي سهولة، سهولة حسابه مثل ما شفنا، ولكن عيوبه طبعا سهولة حسابه وتوافر البيانات اللازمة، كل البيانات اللازمة لحسابه متوافرة. أما عيوبه ما بياخذ القيمة الزمنية للنقود بالحسبان، أصلا ما جاب سيرة الزمن على الخالص. وما عندي معيار حقيقي قارن فيه انا لما بيكون عندي مشروع واحد، عم قارن بالمعيار او المعدل اللي حطه المستثمر لنفسه، طبعا هذا عم يحطه بشكل شخصي، اذا ما عندي شيء حقيقي قارن فيه انا. وعم يعتمد على معدل على صافي الربح المحاسبي، ما عم يعتمد على صافي التدفق النقدي. وبتعرفوا انتم صافي التدفق النقدي بيعبر عن واقع المنشأة بشكل اكثر دقة من الربح المحاسبي. إذا هدول بيعتبروا من عيوب معدل العائد المحاسبي. في أي سؤال لحد الآن؟
طيب فترة الاسترداد المعيار الثاني من المجموعة الأولى. فترة الاسترداد يعني قد ايه بدك زمن لحتى ترجع رأس مالك المستثمر. إذا كان عندك مشروعين عم تقارن بيناتهم حسب فترة الاسترداد، بتختار المشروع اللي بتكون فترة استرداده أقل. إذا ما كان عندك مشروعين، عندك مشروع واحد، بتقارن فترة استرداده بالفترة اللي أنت محددة لنفسك. إذا كان فترة استرداده أقل تقبل المشروع، إذا أكبر ترفضه. كيف بدنا نحسب هلا فترة الاسترداد؟ بدك تميز بين حالتين، حالة مشروع تدفقاته النقدية غير متساوية ومشروع تدفقاته النقدية متساوية. إذا كان المشروع تدفقاته النقدية غير متساوية بتحسب فترة الاسترداد يدويا، وإذا كان التدفقات النقدية متساوية بتقسم تكلفة رأس المال المستثمر على التدفق النقدي السنوي، الناتج هو فترة الاسترداد. مثال على الحالة الأولى لما يكون التدفقات النقدية غير متساوية. عندنا مشروع تكلفته 4 مليون، أو عندنا هون مشروعين تكلفة كل واحد منهم 4 مليون، وتدفقاته النقدية كما هو في الجدول. بنشوف من تدفقاته النقدية إنه مختلفة، وبالتالي بدنا نستخدم الطريقة اليدوية. نحن هون بدنا ناخذ الزمن لحتى شو؟ نرجع رأس مالنا المستثمر. بالمشروع الأول بناخذ السنة الأولى مليون، ناخذ السنة الثانية كمان مليون ومئة ألف، قد صاروا مليونين ومئة ألف. نحن بدنا 4 مليون بعد ما رجعنا هون. منضف له السنة الثالثة مليون واربعمائة ألف، قد صاروا 3 مليون ونص، معي 3 مليون وخمسمائة ألف. أنا بدي 4 مليون، معناتها وصلت لنهاية السنة الثالثة وما رجعت رأس مالي المستثمر. باخذ السنة الرابعة 500 ألف، قد صاروا 4 مليون، معناتها بدي 4 سنين، معي بدي 4 سنين لحتى رجع رأس مالي المستثمر بالمشروع الأول. واضح الكلام؟ بس انتبهوا بالمشروع الاول، وصلت للسنه الرابعه، معي؟ قلت بدي 4 سنين لرجع راس مالي المستثمر، ما عاد طلعت انا بالتدفقات النقديه بالسنه الخامسه والسادسه والسابعه، جاهلتهم، معي؟ جاهلتهم. وبالسنه الاولى مليون، وبالسنه الثانيه مليون و100 الف، ما في فرق بيناتهم، ما عم ميز بيناتهم انا. لانه هلا بعد شوي بدنا نحتاج لهالمعلومات بالانتقادات اللي وجهناها لفتره الاسترداد. نجي هلا على المشروع الثاني. المشروع الثاني اول سنه 900 الف، بالسنه الثانيه مليون و400، صاروا مليونين و300. مليونين و300 احنا بدنا 4 مليون ما كفوا، بنضيف لهم السنه الثالثه مليون و500 الف، صاروا 3 مليون و800 الف. ضل بدي قديش؟ 200 الف. بروح على السنه الرابعه، بالسنة الرابعة قدي عندي 400 ألف، أنا قدي بدي 200 ألف. معناتها السنة الرابعة ما باخذها كلياتها، ما هي؟ قدي باخذ منها؟ باخذ المبلغ اللي ضل لي 200 ألف على مبلغ التدفق النقدي للسنة الرابعة 400 ألف، 200 تقسيم 400 ضرب عدد أشهر السنة ضرب 12 بيطلع معي 6. معناتها اخذت السنة الأولى والثانية والثالثة ونص الرابعة، معي؟ معناتها ثلاث سنين ونص، معي؟ ثلاث سنين ونص. معناتها أي مشروع بختار أنا؟ بختار الثاني، معي؟ لأنه فترة استرداده أقل. انتبهوا كيف اخترت انا الثاني، على الرغم انه الثاني بالسنة الثالثة والسابعة ما عنده اي تدفقات نقدية، والمشروع الاول اللي انا رفضته بحقق اكبر تدفقات نقدية بالسنة الثالثة والسابعة، وهدول جاهلتهم انا، معي؟ هدول حطوها بذهنكم بدنا نحتاجها بعدين. اذا طبعا كاتب لكم الحل انا هون،
طبعا لما تكون فترة استرداد اقل بتكون مخاطر اقل، لانه كل ما قصرت فترة زمنية لاسترداد رأس المال كل ما كانت المخاطر اقل، والعكس بالعكس. هذا الحكي اللي حكيناه موجود بهذا السلايد. طيب منروح هلا بنشوف مثال ثاني بتكون التدفقات النقدية فيه متساوية. عندنا مشروع تكلفته 3,760,000 وبيعطيك تدفقات نقدية سنوية متساوية كل سنة 800,000. معناته هون بكل بساطة شو بنعمل؟ بنقسم رأس المال المستثمر على التدفق النقدي السنوي المتساوي 800,000. طلع عندي 4.7 سنة. هيك بنكتب 4.7 سنة. هلا إذا بدك تطلع جواب دقيق بالأيام شو بتعمل؟ تاخذ البعض الفاصلة يعني 0.7 تضربها بعدد أشهر السنة 12 بيطلع عندك 8.4 شهر. تاخذ كمان البعض الفاصلة 0.4 ضرب عدد أيام الشهر بتاخذهم 30، مو مرة 31 ومرة 30، على طول 30 بيطلع عندك 12، يعني 12 يوم. يعني صار بدنا 4 سنين و 8 شهور و 12 يوم. واضحة فترة الاسترداد؟ فترة الاسترداد مثل ما شفنا سهلة ومهمة بالنسبة للمستثمرين اللي بيهتموا بالسيولة وبالمخاطر، لأنه لما بتختار أنت مشروع فترة استرداده أقل معناتها سيولته أكبر ومخاطره أقل. وشفنا أنه من مزاياها أيضا أنه بتعتمد على التدفق النقدي وليس على الربح المحاسبي، يعني بتعتمد على شيء بيعبر عن الواقع الفعلي للمنشأة أكثر. أما العيوب، أول شيء بتهمل التدفقات النقدية التي يحققها المشروع بعد فترة الاسترداد. شفنا بالمشروع الأول بالطريقة اليدوية كيف كانت أكبر تدفقات نقدية عم تصير بالسنة الثالثة والسابعة، ورغم وكان المشروع الثاني بهالسنة الثالثة والسابعة ما كان عنده تدفقات نقدية، وعلى الرغم من ذلك اخترنا المشروع الثاني، يعني تجاهلنا التدفقات النقدية بعد فترة الاسترداد. هذا يعتبر من عيوب فترة الاسترداد. هذا عيب من عيوب هذا المقياس. عنا عيب تاني ايضا، انه ما عم تاخذ القيمة الزمنية للنقود بشكل كلي. هلا بتقلي ليش اخذتها بشكل جزئي؟ بقولك طبعا، كيف اخذتها بشكل جزئي؟ نحن اعتبرنا المشروع اللي نسترد فيه التدفقات من النقدية بزمن اقصر هو الافضل، معناته اخذنا البعد الزمني بالحسبان، ولكن لم نميز بين حجم التدفق النقدي بالسنة الأولى وبين حجم التدفق النقدي بالسنة الثانية. اعتبرناهم مثل بعضهم، ولكن على أرض الواقع مو مثل بعضهم. إذا أنا عندي بالسنة الأولى 1,000,000 وبالسنة الثانية 1,100,000 ما نو مثل بعضهم، في فرق 100,000. لو أخذت لها 100,000 بالسنة الأولى أنا بستثمر وطالع مني عائد. إذا الفترة الاسترداد أخذت القيمة الزمنية للنقود بالحسبان بشكل جزئي وليس بشكل كلي. واضحة هي النقطة بالذات كيف أنه أخذتها بشكل جزئي مو بشكل كلي. بالإضافة لذلك شفنا أنه لما بيكون عندك مشروعين أنت بتقارنهم ببعضهم بتختار فترة الاسترداد الأقل، واضحة هون. أما أحيانا بيكون عندك مشروع واحد، شو بدك تقارن؟ بتقارن فترة استرداد المشروع رأس مال المشروع بالفترة اللي أنت محددة لنفسك، يعني ما عندك معيار حقيقي تقارن فيه، عم تقارن بشيء أنت حددته بشكل شخصي لنفسك. كمان يعتبر من نقاط قصور فترة الاسترداد. تابع معنا يا أمل، واضحة الأمور لحد الآن؟ نجي على المجموعة الثانية. هلا المجموعة الثانية من المعايير أو من طرائق تقييم الاستثمارات الرأسمالية اللي هي بتاخذ البعد الزمني أو المفهوم الزمني للنقود بالحسبان. عندنا أول شيء صافي القيمة الحالية للمشروع. صافي القيمة الحالية للمشروع
نحن مفهوم القيمة الحالية شرحناه بالمحاضرة الماضية، لما كان المحاضرة الماضية هي كانت القيمة الزمنية للنقود، وشفنا أن القيمة الزمنية للنقود تنطوي على القيمة المستقبلية للنقود وعكس القيمة الحالية للنقود. هون بدنا نستخدم مفهوم القيمة الحالية، فبناخذ القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية. نقبل المشروع لما بيكون صافي القيمة الحالية موجب، أما إذا كان صفر أو سالب بنرفضه. يعني لما بيكون صافي تدفقات القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية تساوي أو أقل من القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية وقتها بترفض المشروع. ناخذ مثال، عندنا المستثمر أحمد عنده مشروع استثماري تكلفته 40 مليون. هالتكلفته 40 مليون هذا تدفق نقدي خارجي، ما هي أموال تخرج من عنا. وهالأربعين مليون هي بتمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية، يعني هدول محسوبين وخالصين. وعندي التدفقات النقدية الداخلية بالسنة الأولى 14 مليون، بالسنة الثانية 16 مليون، بالثالثة 12 مليون، بالرابعة 11 مليون. هدول بدنا نحسب له القيمة الحالية. وعندنا معدل عائد الاستثماري 15%، بدنا إياه لمعدل عائد الاستثماري لأنه بدنا نحسب القيمة الحالية، وبالتالي بدنا سعر الخصم. سعر الخصم هون 15%، هو نفسه معدل عائد الاستثماري. فعمل لك هون بالمطلوب، هل تنصح المستثمر أحمد بالاستثمار في هذا المشروع حسب معيار صافي القيمة الحالية؟ شو بدنا نعمل نحن؟ بدنا نحسب صافي القيمة الحالية. إذا كان موجب بنقول له استثمر، إذا كان صفر أو سالب بنقول له لا تستثمر. كيف بدنا نحسب صافي القيمة الحالية؟ بدنا نحسب القيمة الحالية لهالتدفقات النقدية الداخلية ونجمعهم مع بعضهم ونطرح منهم 40 مليون ونشوف بقى إذا كان موجب ولا سالب ولا صفر. رتبنا الحل بهذا الجدول. أنت مو شرط، برجع بقول مو شرط ترسم الجدول، أنت فيك تحسب بالطريقة اللي بدك إياها، بس أنا هون للتوضيح حطيتهم ضمن جدول. أخذت تدفقات النقدية للسنوات الأربعة، تدفقات النقدية الداخلية للسنوات الأربعة، هدول بدي أحسب لهم شو أنا؟ بدي أحسب لهم القيمة الحالية، معناته بدي أضربهم بمعامل القيمة الحالية. أي معامل قيمة حالية؟ معامل قيمة حالية للدفعات المختلفة اللي هو 1 على 1 زائد R أس N. R عندي 15% و N بدل حسب السنوات. بالسنة الأولى 1 زائد 0.15 أس 1، بالسنة الثانية نفسه بس أس 2، بالسنة الثالثة نفسه بس أس 3، بالسنة الرابعة نفسه بس أس 4. طلعت معامل القيمة الحالية لكل سنة من هالسنوات الأربعة، بضرب التدفق النقدي الداخل لكل سنة بمعامل القيمة الحالية المقابل إله. والنتيجة وين بحطها؟ بالعمود الأخير. وباخذ مجموعة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية بالعمود الأخير للسنوات الأربعة، باخذ هذا المجموع بجمعه وبطرح منه الأربعين مليون. الأربعين مليون هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية، بيطلع عندي ناقص، نتبع الناقص، ناقص 1,548,200. هل نقبل المشروع؟ نرفض المشروع لأنه شو؟ مشروع خاسر، صافي قيمته الحالية سالب، وقيمة الحالية لتدفقاته النقدية الخارجية أكبر من القيمة الحالية لتدفقاته النقدية الداخلية، وبالتالي يرفض المشروع. بس هون عرفنا كيف حسبنا الأرقام؟ عصام وأمل عرفنا كيف حسبناهم؟
عصام وأمل عم تابعوا معي؟ اي اكيد هذا اللي قلته يا امل. كل تدفق نقدي بتضربي بمعامل القيمة الحالية المقابل له، وبتحطي الناتج بالعمود الاخير. طيب هلا بدنا نفترض، هلا نحن كنا عم نشتغل على مشروع تدفقاته النقدية مختلفة معي، هلا بدنا نشوف إذا كانت التدفقات النقدية متساوية، بيختلف الأمر. هلا بدنا نفترض إنه المشروع تدفقاته النقدية متساوية، كل سنة بيعطيك 14 مليون و500 ألف لكل سنة من السنوات الأربعة، فكم سيكون صافي القيمة الحالية للمشروع؟ وهل تنصح المستثمر أحمد باختيار المشروع؟ إذا كان التدفق النقدي متساوي ما بتستخدم هذه الطريقة، تستخدم طريقة جديدة، تأخذ التدفق النقدي السنوي اللي هو متساوي نفسه بكل السنوات، وبتضربه بمعامل القيمة الحالية للدفعات المتساوية. معامل القيمة الحالية اللي شفناه من شوي شو كان؟ كان واحد على واحد زائد R أس N، هذا معامل القيمة الحالية للدفعات المختلفة، طبقناه من شوي. هلا ما بنطبقه، هلا بناخذ هذا هو معامل القيمة الحالية للدفعات المتساوية، وهذا قلت لكم عليه انا بالمحاضرة الماضية. واحد ناقص واحد على واحد زائد R اس N والكل على R، هذا معامل القيمة الحالية للدفعات المتساوية. بحسبه بعوض R 15% و N 4 لانه 4 سنين، بيطلع عندي 2.855. بضربه بالتدفق النقدي السنوي 14 مليون و500 ألف، بيطلع عندي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة 41 مليون و397 و500. بطرح منه القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية تكلفة المشروع 40 مليون، بيطلع عندي مليون و397 و500. معناتها موجب صافي القيمة الحالية، وبالتالي نقبل هذا المشروع لأنه صافي القيمة الحالية موجب. واضح معيار أو طريق صافي القيمة الحالية للمشروع؟ ناخذ المعيار اللي بعده، ناخذ المعيار اللي بعده اللي هو معدل العائد الداخلي. بكل بساطة معدل العائد الداخلي هو سعر الخصم اللي بيخلي لك صافي القيمة الحالية للمشروع يساوي صفر. يعني معدل العائد الاستثماري اللي بيكون عنده معدل العائد الداخلي، أو بيكون عفوا عنده صافي القيمة الحالية للمشروع يساوي صفر. لما بتفاضل بين مشروعين او عدة مشاريع، بتختار المشروع اللي بيكون معدل عائده الداخلي هو الاكبر. لما مشروع واحد بتقارن معدل العائد الداخلي تبعه بمعدل العائد الداخلي المطلوب من قبلك. اذا كان معدل العائد الداخلي للمشروع اكبر من معدل العائد الداخلي المطلوب من قبلك تقبل المشروع، وبالحالة المعاكسة ترفض المشروع. كيف بدنا نحسب معدل العائد الداخلي؟ لتحسب معدل العائد الداخلي بدك تميز بين حالتين: حالة مشروع يحقق تدفقات نقدية متساوية، ومشروع يحقق تدفقات نقدية مختلفة. إذا كانت التدفقات النقدية للمشروع متساوية تستخدم هالطريقة، هي ثلاث خطوات. الخطوة الأولى تحسب معامل استرداد. معامل استرداد بتاخذ تكلفة رأس المال وبتقسمها على التدفق النقدي السنوي المتساوي، بيطلع عندك الناتج هو معامل استرداد. شو بتعمل اللي فيه لهالمعامل الاسترداد؟ تحطه بإيدك وبتروح على الخطوة الثانية. بالخطوة الثانية بتروح على جداول القيمة الحالية،
جداول القيمة الحالية شو هي؟ في عندك جداول القيمة الحالية، نحن بنعرف كيف القوانين، هلا عرضت لكم انا قانون نحسب فيه معامل القيمة الحالية للدفعات المتساوية، وعرضت لكم قانون ثاني بنحسب فيه معامل القيمة الحالية للدفعات غير المتساوية. هذول محسوبين، حدا حاسبهم حاطهم ضمن جداول بنسميهم جداول القيمة الحالية. فأنت بدك تروح على جداول القيمة الحالية للدفعات المتساوية وتدور على رقم بيكون على الشكل التالي، عطلك مثال أنا عنه. بتروح على جداول القيمة الحالية للدفعات المتساوية بتلاقي جدول مثل هذا الجدول، السطر تبعه هون أسعار الخصم من 1% وانت ماشي، والعمود هو الأعوام، بتدور بقلبه انت لحتى تلاقي شو انت رقم مطابق لفترة لمعامل استرداد انت حسبته بالخطوة الاولى. لنفرض معامل استرداد اللي انت حسبته بالخطوة الاولى كان 1.1446، لنفرض افتراضا لقيت نفسه بالضبط، فاذا طلع معك بالضبط نفسه بتاخد سعر الخصم المقابل اله، تعتبره هو معامل معدل العائد الداخلي، وبينتهي الامر هون. ما بتروح على الخطوة الثالثة، بينتهي الامر هون، بتقول معامل او معدل العائد الداخلي 10%. ولكن هذا الامر على ارض الواقع صعب، ما حتلاقي رقم مطابق، عندك ثلاث ارقام بعد الفاصل، اربع ارقام بعد الفاصل، وبالتالي ما حتلاقي هذا الرقم. اذا ما لقيت هذا الرقم شو بتعمل؟ بتدور على اقرب رقمين لهذا الرقم ضمن الجدول، بتدور على اقرب رقمين لهذا الرقم ضمن الجدول. لنفرض اقرب رقمين لهذا لمعامل استرداد اللي انت حسبته كانوا 6.811 و6.462، اقرب رقم له من الاعلى واقرب رقم له من الاسفل، بتحددهم وبتاخذ اسعار الخصم المقابل لهم. هذا عندك اسعار الخصم المقابل لهم، لنفرض 12% و13%، هذا اسمه سعر الخصم الادنى وهذا اسمه سعر الخصم الاعلى، هذا اسمه معامل حد الادنى وهذا اسمه معامل حد الاعلى، بتحددهم بتسجلهم على ورقة جانبية. وبترجع على الخطوة الثالثة، هلا بالخطوة الثالثة عندك القانون بتعوض فيه، معدل العائد الداخلي يساوي معدل الخصم الادنى، ما انت مسجله على ورقة على جنب، هو 12% بالمثال اللي عم نمشي فيه هلا، زائد 1%، هالواحد بالمية من اصل القانون، مضروبة بمعامل حد الادنى الرقم المقابل ل 12% ناقص معامل استرداد حسبته بالخطوة الاولى على معامل حد الادنى نفسه بالبسط ناقص معامل حد الاعلى الرقم المقابل ل 13%، والناتج تضربه ب 100، الناتج هو معدل العائد الداخلي. واضح الفكرة قبل ما نشوف مثال؟ هلا عندنا مستثمر عبد الله عنده مشروع استثماري تكلفته 3,335,000، ومن المتوقع ان يحقق هذا المشروع تدفقات نقدية سنوية متساوية كل سنة 500,000 لمدة 15 سنة. ما هو معدل العائد الداخلي لهذا المشروع؟ اذا كان معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر عبد الله 15%، فهل تنصحه بالاستثمار في هذا المشروع؟ نجي بنطبق الخطوات الثلاثة، بنحسب معامل استرداد، المشروع قديه تكلفته؟ 3,335,000، بنقسمه على التدفق النقدي السنوي 500,000، بيطلع عندي 6.67. بحمله له 6.67، وين بروح؟ بروح على جداول القيمة الحالية. لنفرض هذا الجدول اللي عرضت لكم اياه من شوي، بدور بهذا الجدول بلاقي 6.67، ما لقيت،
طبعا هون الارقام اللي حاطينهم اياها نقاط ماني معبرهم، بس هدول بيكونوا كلهم فيهم ارقام هي معاملات القيمه الحاليه. دورت بهالجدول ما لقيت، بدي اخذ اكبر اقرب رقمين له من الاعلى ومن الاسفل. 6.67 اقرب رقم له من الاعلى لقيته هو 6.811، واقرب رقم له من الاسفل هو 6.462. باخذ اسعار الخصم المقابل لكل واحد منهم 12% 13%. قلنا هذا بنسميه سعر الخصم الادنى، سعر الخصم الاعلى، معامل حد الادنى، معامل حد الاعلى. وين بروح؟ برجع على القانون اللي عوض فيه. نعوض بالقانون. عم يقول لي مو نفس النسب. طول بالك يا روجيه، طول بالك. قصدك بنص التمرين هذا معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر. يا روجيه ركز معي الله يخليك. هذا معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر، بده يقارنه بمعدل العائد الداخلي. اما هلا نحن 12 و13% هدول لازمين لنحسب معدل العائد الداخلي. هدول مثل ما قلت لك اما نحطهم على جنب. واضح يا روجيه؟ معي بالقانون؟ شوف القانون عندك، ما عندك الحد الادنى، معي الحد الادنى ومعامل حد الادنى ومعامل حد الاعلى، ما بدك اياهم؟ يلا ركز معي. اذا هلا شو حطيت على جنب انا يا روجي؟ حطيت 12% وحطيت معامل استرداد حسبته بالخطوه الاولى، معي، وحطيت معامل حد الاعلى والادنى. طيب بس انتبهوا معي، اذا بتريدوا هون الارقام مقلوبه معي، هذا لازم نعدلها مقلوبه لانه في اختلاف بيكون بالانجليزي عربي. ثواني تكه صغيره بنعدلها. شوف تعدلت لوحدها بالنسخه الوورد، انتبهت عليها صحيحه، بس هون لما ناسخه من الوورد لهون انعكسوا. هلا زبطناه هون. اذا شو كان سعر الخصم الادنى؟ 12% حطيناه هون، عوضنا زائد 1% هي من اصل القانون. ضرب معامل حد الادنى شفناه نحن 6.811 ناقص معامل استرداد 6.67 على معامل حد الادنى نفسه 6.811 ناقص معامل حد الاعلى 6.462. الناتج ضرب 100 بيطلع عندي 12.4%. نحن قديش معدل العائد الطالب والمستثمر يا روجي؟ خمسة بالمية. قد ايه طلع عندنا معدل العائد الداخلي؟ 12.4%. بنقبل ولا بنرفض المشروع؟ بنرفض المشروع. وضحت الامور يا روجي معي؟ طيب نحن كل شغلنا اللي اشتغلناه لما حسبنا معدل العائد الداخلي حسبنا على مشروع تدفقات النقدية متساوية، طبقنا القانون او طبقنا طريقة فيها ثلاث خطوات. هذا بشرط ان تكون التدفقات النقدية متساوية، ولكن ان لم تكن التدفقات النقدية متساوية شو بتساوي؟ ما بتقدر تستخدم هاي الطريقة شرحت لك اياها انا. خطأ انك تستخدمها. ما اصلا بالخطوة الاولى بدك تقسم على التدفق النقدي المتساوي. طيب اذا انا عم اقول لك كل سنه شكل التدفق النقدي، معناتها ما بتقدر تستخدمه. طيب شو بدك تساوي انت؟ شو بدك تساوي لما بيكون التدفقات النقديه غير متساويه؟ وقتها بتستخدم الطريقه اليدويه. كيف تستخدم الطريقه اليدويه؟ بدك تاخذ انت اسعار خصم تفترضها من عندك وتضل تجرب فيهم لحتى يصير يزبط معك صافي القيمة الحالية للمشروع عند واحد منهم يكون يساوي صفر. يعني بترجع شوف الطريقة صافي القيمة الحالية للمشروع من نفس الشيء، بيكون عندك انت
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية بتكون موجودة عندك، وعندك شو انت مجموعة سنوات كل واحد منهم له تدفق النقدي المختلف، تحسب القيمة الحالية لكل واحد منهم، تاخذ مجموعهم وبتطرح منه القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية. اذا طلع معك صفر شوف شو هو سعر الخصم اللي استخدمه، 15% فرضا هو معدل العائد الداخلي. بس قديش بدك تتعذب انت لحتى يزبط معك سعر خصم يكون عنده صافي القيمة الحالية للمشروع يساوي صفر؟ ممكن ضل يومين تشتغل فيهم، مظبوط؟ لانك بدك تاخذ سعر الخصم وترجع على طريق صافي القيمة الحالية تطبقها نفسها، بعد كل شغلك بيطلع معك موجب او سالب، يعني بالصدفة يطلع معك صفر، وبالتالي احتمال تاخذ يوم يومين. وبالتالي لانه هيك قررنا ان نتجاهل هذه الطريقة في هذا الفصل. بس انت فاهم الطريقة اذا بدك اياها، فاهم انه انا بدي اشتغلها بطريقة يدوية مثل طريق صافي القيمة الحالية للمشروع. ما قلنا وقتها طريق صافي القيمة الحالية للمشروع اذا طلع معنا صفر بنرفض المشروع، اذا موجب بنقبل، اذا سالب كمان بنرفض. فهون نفس الشيء بدك تطبق طريق صافي القيمة الحالية ليطلع معك صفر. وقت بيطلع معك صفر خذ سعر الخصم اللي انت مستخدمه بيكون هو معدل العائد الداخلي. اذا قررنا ان نتجاهل هذه الطريقه لانها تتطلب وقت كثير كبير، يعني حتى اذا بدي احط لك مثال عليها، انا نفسي بدي اقطع اجرب باسعار خصم يوم كامل ليزبط معي واحد منهم يكون عنده صافي القيمه الحاليه المشروع يساوي صفر. الأمور واضحة لحد الآن؟ ما في أي سؤال أي استفسار؟ هلا بدنا نشوف مؤشر ربحية. مؤشر ربحية بكل بساطة مشان ما تضيعوا وتخربطوا بيناتهم، هو بيشبه كثير مؤشر صافي القيمة الحالية للمشروع. مؤشر صافي القيمة الحالية للمشروع كنا ناخذ القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية ونطرح منها القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية معي، ونقبل المشروع إذا كانت القيمة موجبة وإلا نرفضه. مؤشر ربحية نفس الأمر، ولكن بدل ما هونيك نطرح هون منقسم، برافو، هون منقسم، هونيك كنا نقبل إذا كان الناتج موجب، هون لنقبل لازم يكون الناتج أكبر من الواحد الصحيح، أكبر من الواحد الصحيح. وقتها إذا كان الناتج أكبر من الواحد الصحيح معناته القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية أكبر من القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية. مؤشر ربحي عادة بيعتبروا أفضل من مؤشر صافي القيمة الحالية للمشروع. ليش؟ لأنه هون عم نقسم تقسيم، يعني عم ناخذ نحن بالنسبة لتكلفة المشروع، بالنسبة لتكلفة المشروع، يعني هون يعني مثل لما بقول لك مشروع بصافي القيمة الحالية للمشروع عم يعطيك قيمة مطلقة، معي؟ ما عم يعطيك نسبة هو، أما هون عم نقسم عم يعطيك نسبة، يعني هون عم يعطيك الأرباح نسبيا، هونيك ما عم يعطيك الأرباح نسبيا، وبالتالي يعتبر مؤشر ربحي أدق من مؤشر صافي القيمة الحالية للمشروع. إذا عندك مشروعين تختار المشروع اللي بيعطيك مؤشر ربحية الأعلى. إذا كان عندك مشروع واحد بتقارن مؤشر ربحيته بالمؤشر أنت حاطه لنفسك، تقبل مشروع لما بيعطيك مؤشر ربحي أكبر من المؤشر اللي أنت حاطه لنفسك كمستثمر. ناخذ مثال، عندنا مشروعين تكلفة كل واحد منهم 26 مليون، يعني هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية لكل واحد منهم، وعندنا التدفق النقدي للمشروع الأول وللمشروع الثاني لمدة 5 سنين. هلا المطلوب حساب مؤشر ربحية لهالمشروعين وأي منهم هو الأفضل، علما أنه معدل العائد مطلوب على الاستثمار من قبل المستثمر هو 10%. منرتب الحل بالجدول التالي:
أخذنا السنوات من 1 لـ 5 هدول من نص التمرين، أخذنا التدفقات النقدية الداخلية للمشروع الأول للمشروع الثاني، وهدول من نص التمرين كلهم. بنحسب بعدين معامل القيمة الحالية للدفعات المختلفة، القانون 1/1 + R/N. فعندي أنا R هي 10% من نص التمرين. حسبت أنا معامل القيمة الحالية لكل سنة من هالسنوات الـ5. شو بعمل بعد ذلك؟ بيجي للتدفق، بشتغل على المشروع الأول. أول شيء بيجي للتدفق النقدي للسنة الأولى، بضربه بمعامل القيمة الحالية، والناتج بحطه بهذا العمود. يعني بضرب 9,000,000 بـ0.909 بيطلع عندي 8,181,000. 7,000,000 بضربها بـ0.826 بيطلع عندي 5,782,000، وهكذا. بعد ما وباخذ مجموع العمود هون، هذا الرقم بيمثل لي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية للمشروع الأول. هذا الرقم بدي قسمه على 26,000,000، القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية، تكون طالعت مؤشر ربحي للمشروع الأول. بيجي بدي طالع مؤشر ربحي للمشروع الثاني، بضرب كل رقم من هذول الأرقام التدفقات النقدية للمشروع الثاني بمعامل القيمة الحالية. 6,000,000 × 9 = 0.909 بيطلع عندي 5,454,000. بالسنة الثانية 8,000,000 × 0.826 بيطلع عندي 6,608,000، وهكذا. وباخذ مجموع العمود الأخير، هذا بيمثل لي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع الثاني، بقسم هذا الرقم على 26,000,000، القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية. النتيجة هي مؤشر ربحية. حسب ذلك طلع معي مؤشر ربحية للمشروع الأول 1.01 وللمشروع الثاني 0.98. معناته المشروع الأول هو الأفضل، ومو بس الأفضل، الثاني بنرفضه كمان، الثاني مرفوض لأنه بكافة الأحوال هو مرفوض لأنه أقل من الواحد الصحيح، معناته مشروع خاسر. واضح مؤشر الربحية؟ طيب ضل عندي الطريقة الأخيرة أو المؤشر الأخير، هو فترة الاسترداد المعدلة. فترة الاسترداد المعدلة هي نفسها فترة الاسترداد اللي شرحناها بالضبط، مع اختلاف واحد. شو هو؟ هونيك إنا ناخد تدفقات النقدية مثل ما هي، هون التدفقات النقدية بناخدها بعد ما نحسب قيمتها الحالية. ناخد شو عندي تدفقات نقدية، نحسب قيمتها الحالية، وبعدين بنرجع نحن شو نستخدم الطريقة اليدوية لحتى نطالع شو نطالع قدي بدنا زمن لحتى نرجع رأس مال للمستثمر. بنشوف مثال. عندي مستثمر نجيب عنده مشروع استثماري تكلفته 30,000,000، وبفرض أن المشروع يعطي تدفقات نقدية 10,000,000 بالسنة الأولى، 15 بالثاني، 15 كمان بالثالث، 17 بالرابع، و6,000,000 بالخامس. المطلوب حساب فترة الاسترداد المعدلة، بفرض أن معدل العائد المطلوب على الاستثمار من قبل المستثمر 10%. جينا أخذنا، مو شرط أنت ترتب الجدول، بس رتبنا الجدول نحن للتوضيح. أخذت السنوات الخمسة، التدفقات النقدية لكل سنة من السنوات الخمسة، هذول من نص التمرين، وحسبت معامل القيمة الحالية للدفعات المختلفة 1/1 + R/N، وR هي 10%. طبقنا القانون 1/0.10 = 1، نفسه بالسنة الثانية بس أس 2، بالسنة الثالثة أس 3، بالرابعة أس 4، بالخامسة أس 5. طلعت معاملات القيمة الحالية للسنوات الخمسة،
تجي بتضرب التدفق النقدي لكل سنة بمعامله القيمة الحالية. هدول عم تضرب ونضرب. والناتج وين حطيته؟ بالعمود الأخير. يعني 10 مليون ضرب 0.909 بيطلع عندك 9,090,000. 15 مليون ضرب 0.826 بيطلع عندك 12,390,000. وهكذا. شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نحسب فترة الاسترداد. بناخذ العمود الاول، عفوا القيمة الحالية للتدفق النقدي بالسنة الأولى وبالسنة الثانية، بنجمعهم مع بعضهم، مبينين ما بيغطوا ال 30 مليون. معي؟ بيطلع إذا أخذت للسنة الأولى وللسنة الثانية قد إيه بيطلع معي؟ إذا أخذت للسنة الأولى وللسنة الثانية بيطلع معي 21 مليون و480 ألف. ما بيغطوا 30 مليون. قد ايه ضل لي؟ ضل لي 8 مليون و520 الف. هي 30 مليون ناقص 21 مليون و480 الف. بنروح على السنه الثالثه. السنه الثالثه انا بدي منها 8 مليون و520 الف. قد ايه القيمه الحاليه للتدفقات النقديه بالسنه الثالثه؟ 11 مليون و265 الف. ما بدي اياها كلياتها. بقسم المبلغ اللي ضل لي اللي بدي اياه على التدفق النقدي، القيمة الحالية للتدفق النقدي بالسنة الثالثة، بنضرب الناتج ب 12 بيطلع عندي 9.08. إذا بدي السنة الأولى والسنة الثانية وتسع شهور من السنة الثالثة، يعني سنتين وتسع شهور. إذا بدي طالع جواب أدق باخذ بعد الفاصلة 0.08 ضرب 30 يوم بيطلع عندي 2.4 يوم، معناتها بيطلع عندي سنتين وتسع شهور ويومين تقريبا فترة الاسترداد المعدلة. هيك بيكون خلص موضوع تقييم الاستثمارات الرأسمالية. في اي سؤال اي استفسار عليه؟ نحن بكرة محاضرتنا هي المحاضرة الأخيرة، ضللنا موضوع التمويل طويل الأجل. ما هي؟ بتمنى منكم تسمعوا لبكرة، تحضروا جيدا مشان يكون الفائدة أكبر بالنسبة لكم. بكرة بموعد المحاضرة بيكون هو الجلسة الأخيرة، فبتمنى منكم تسمعوا المحاضرة إذا عندكم أي استفسارات. وبكرة إن شاء الله بنخلص المقرر. يلا الله معكم، بتمنى لكم سهرة سعيدة للجميع. بموعدة نبيل بكرة، بموعدة تماما، بالموعد المقرر يعني على الستة يعني. مع السلامة.